دنيا دانيا والكرة الرامية والكل منكم لعب على اللي هواتو ذاتو. يا النايض مالك جاري على عمرك وانت مالك تلعب هنايا؟ الحياة ورقة رامية على الشواط اللي سارو على دروب مالها بديا من شوفتك ومن الفيزاج الى فيزيتي عليها من بعيد، حيت انت في الاخر كتبقى غيب شري ضعيف. راه لا قوة من فوقك يا الخالق. بهاد المرسول مخبلة اخوتي نبدا ليكم حكايتي. شكون فيكم اللي حب الحياة وجدات ليه المسار من جديد؟ دير واحد النقطة على هاد الشي اللي قلت وحلم باللي عدك كلشي. شنو قاع يقدر يخطر على بالك؟ طلق ذاك الكرونو ونحسب ليك فيه التالت ثلاثة وقول لي من بعد شنو كاين، شنو طاح ليك في بالك؟ ثلاثة زوج واحد. بلا ما نكمل الحساب ونجاوبك ونقول شنو طاح ليك في بالك، اول حاجة تقدر تطيح ليك في بالك هي الفلوس، حيت هادو هما الكنوز اللي يخليوك تملك الدنيا على اللي شاق راسو غير بعيشة بسيطة. داك خونا اللي كيكون قانع، الخبز والماء كافي. هاد العبد اللي كيلاغيكم سميتو عمر، فعمري 27 سنة، ما كان ملك من هاد الدنيا غير امي وخويا الصغير، ومؤخرا تزوج ورزقني الله بواحد الوليد. هاد الوليد هذا سميتو بادر. هاد الاسم هذا اللي كان عدو معنى كبير بالنسبة لي بحكم اني ملاكم في البطولة المغربية، غادي تحكي لك وتسرد لك علاش سميتو هاد الاسم. الخوت قدوة ديالي من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو بدر هاري. كنت كل مرة كنطلع للرينج الحلبة كان سموم العشق كينبع على ذاتي، والموتيفاسيون ما كانتش غير من الجمهور، الموتيفاسيون كانت كتجيني من أربعة النقيطات سخان كانوا ديما مسخنين لي كتافي. هاد النقيطات اللي هما عائلتي الصغيرة، الوالدة وخويا الصغير ومراتي وولدي بادر، هادو هما اللي كيعطيوني لينيرجي باش كان نربح ونطيح كل من جا قدامي فوق الرينج. من نهار بديت المشوار الاحترافي تاعي عدي 34 ماتش في كتابي. هاد 34 ماتش ربحت منها 33، وال34 هي اللي حطيت بها هاد خونا بالكاو قدامي. خوكم كانت تعدو واحد القوشية سامة، ضربة وحدة منها نحط بها بنادم واخا تكون فيه 100 كيلو قدامي. وفقني ربي في هاد الكومبا كيف العادة وحطيت هاد خونا، وملي ساليت وقبل ما نرجع للدار لونترينور ديالي هشام خبرني بواحد الخبيرة ما كنتش ضارب لها الحساب، قال لي باللي راه كاين واحد السعودي تفرج في الماتش وجا غير على حسابي باش يراقبني. قلت له وايلي كاع هذا ظهر عدي ابا هشام، شنو كيعني هاد الشي زعما؟ نطق ورد عليا وقال لي واش ما عرفتيش شكون هذا؟ راه هاد خونا الا حط عينيه على شي لعاب كيديه وكيبقى يشارك به في البطولات، راه من قبل كان مدرب ودابا راه خونا ملعاق، راه خانز بينغا. رديت علو ايه وشنو جاي يدير اليوم زعما؟ قال لي واش كدير فيها راسك مكلخ ولا شنو؟ راه باينه شنو جابو، جابو الهوا ديالك. راه ما حيدش عينو عليك، الماتش كله هو كيطلع ويهبط فيك. الصراحه والله ما متيق. قلت له وايلي زهري واخا يكون ما عرفت شنو ما يجيبش ليا شي حد بحال ما هكا، خليني نمشي ابا هشام تنتلاقاو بيناتنا التليفون راه الدار كيساينوني.
زدت خلفها وديماريت. ملي كنت جاي في الطريق بدا الكلام ديال المدرب ديالي هشام كيدور لي في الغلوغي، بداو المطارق ديال الاسئله كيدقدقوا لي في دماغي، زعما كاع هذا ظهر قدر زعما المستقبل ديالي جات يقلب عليا. شويه قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا ما نحلم ونوهم راسي بشي حاجه اللي تقدر تكون ما كايناش، نهز ليها غير الرجا وفي الاخر نلقى غير يدي والبرد. الا مكتب لي الله شي حاجه راه غنشوفها. وصلت للدار ومازال حتى ما بدلت حوايجي وبدا التليفون كايصوني، هزيت التليفون نشوف شكون، لقيت لونترينور هشام. ما جاوبتو قال لي رجع عدي ودابا دابا دابا الطير وتكون عدي. قلتلو عملنا على هاد النبايس الخاوية ابا هشام، كعرفني انا ما عديش مع هاد الشي ديال دابا وهاد الشي ديال الالغاز، قول لي شنو كاين ياك لاباس. قال لي وانت تجي وتعرف. قطعت على التليفون ودخلت دوشت بالسربة، لحت عليا واحد الفوقية وانا نخرج انا وخويا الصغير كمال. خويا الصغير اللي حياته وعمره هي كورة، كل مرة داير ماتش مع صحابه في قنت وانا غادي. قال لي لوحني معاك في واحد التيران راه كاين في الطريق، راه داير مع صحابي لاعبين ماتش ورا العشاء. هبطت لحت الكونتاكت في التقيبة، ديماري الطوموبيل وزدنا وحنا يا مافونسين في الطريق. قلت للخوادري ديالي واش انت هاد كورة مازال ما بغى يعفو عليك الله منا. شاف فيا شي شوفات مخزين وقال لي هاديك راه ماشي غير كورة، عملي كنكون لاعب ومقصرها راه كنسى الدنيا وما فيها، كنمشي في واحد العالم في شكال. وهادشي راه ما غتحتاجش نشرحو ليك خويا عمر، انت زعما راك سبورتيف راك بوكسور، واش تقدر تعيش بلا بوكس؟ هاد ولاد 2006 الله حتى كتوحل معاهم كيكون جوابهم على نابهم، والكجام كيعطيوه 10 للطص. قلت له شوف خلينا دابا من هادشي، انت مازال ما عندك الماتش دابا ما غادي يبدا حتى ل 10، يلا نضربو بعدا عند با هشام راه ما عرفت شنو بغاني ونرجعو نلوحك في التيران. قال لي اللهم يسير سير عليك مولانا. قلت له يا الله سير. مشات ولا بان لك شي فرماسيان حال قولها لي نمشي نعبر السكر، هاد الايام كنحس براسي ما هواش. قال لي وايلا اخويا عمر واش كتمرقن عليا، وانت يلا طيحتي واحد خونا مضوبل عليك ويدير منك زوج وجاي دابا كتقول لي السكر، انت راك كيف البغي اللهم بارك. قلت له والله يا هاد البعلوك تاع العقام ندك. كملنا ضحك انا وياه وزدنا في الطريق، وصلنا لقبالت واحد القهوه فين كان داير معايا با هشام، كان واقف وكيساينا. مع وقف الطوموبيل ونزلنا وتحركنا عدو، وقفت عليه وقلت لي شنو كاين با هشام ياك لاباس، عجبتينا في هاد الليله صاحبي يلا تفارقنا وما خليتينا ندوشو حتى تدواش في خاطرنا. قال لي واقول غير السلام. قول لي يا بعدا واش ما صونا لك حد؟ قلت له لا من غيرك ما صونا لي حتى حد. رد عليا وقال لي ورا فاش تفارقنا قبيلات وقف عليا داك السعودي وقال لي اعطيني النمره ديال عمر، وملي عطيتها ليه قيدها وزاد في حاله. قلت له ويلي واش بصح هادشي اللي كتقول ولا غير شاد فيا؟ قال لي واش مولف معاك المزاحه ولدي عمر، راه انا يحساب لي بلي غيكون كاع صونا عليك، كيف قلت لك الا مشى حتى عينو على شي حد راه والله لا حيدو له شي واحد ما كيتاقلش معاه. خونا راه الا مشى حتى عينو على شي حد
كيتعماولو العينين وما كيبقى يشوف فيه والو، كيشوف فيه باللي هذاك خونا راه مشروع وراه هذا نهارك ولدي عمر. وقيلا اخيرا زهرك تسقم، غير اللي نوصيك عليها ولدي عمر ما تنساش باك هشام، تنساش المدرب ديالك شحال دربت فيك. وانا مقاطعو من اللي بدات يقول هذا الكلام، قلت له وحتى نكونوا حنا ولاد الحرامه با هشام، تراك عارفني زعما كيف داير وحشومه كاع تقول هذا الكلام. قال لي حاشا ولدي هشام، انا عارفك مقصل ولد الناس، راك عارف حتى انا تقاتلت معاك عامين وانا معاك، كاع داكشي اللي كان عرفو عدي عطيتو ليك، ودابا راه الحمد لله غادي تراسي طريقك بيديك، بين ليا بين ليا. تفارقنا وقتلو ويكون خيرا با هشام، تا دابا راه مازال ما دار في الطاجين ما يتحرق، راه مازال ما عيط ليا ما والو، وغي تذكرت الطاجين وتفكرت باللي كيسايني واحد الطاجين ديال الملوخيه اللي كان عزيز عليا، كانت دايراه لمراتي، خليتها كتنصبو للعشاء، خليتهم فرحانين بالرباح اللي ربحتو كيساينو غير امتى نرجع. ختمتها مع با هشام وقتلو وخليني نمشي في حالي نتعشى، راه قاتلني الهيمري وداكشي ديال داك نساني وداك الهيت، ما تبقاش تقولوا لي با هشام انت راك عارفني كي داير، شكون يقدر ينسى الاب الروحي ديالو؟ ترى ما كنتيش غير مدرب، انت راه كنت كنشوف فيك. اش غنقول لك با هشام، داكشي اللي في الداخل ديالي من جهتك والله ما نقدر نوصفه لك. يلا با هشام خليت لك الراحه دابا، غنمشي نتلوح الخوادري في التيران، راه كيساينو صحابو، غتكون وصلات الوقت اللي داير معاهم. تعنقنا انا وبا هشام وركبنا الطوموبيل وزدنا جهه التيران، غاديين في الطريق وبديت كنحس بواحد الدوخه، واحد الاحساس في شكال، واحد الاحساس ما هواش، كنحس براسي بحال اللي لا بدا كيتقال عليا. قلت راه نصبر حتى نوصل الخوادري اللوحو في التيران ونزيد ناخذ شي دواء من شي فرماسيان. واحد اللحظه قربنا نوصلوا لواحد الغابه، ضربت على المرايا، هي تبان لي واحد الرونج تابعانا من اللي فتنا المدينه، بدات كتقرب لينا شوي بشوي. هنا غنقول لخويا كمال ضرب على هذا الرونج، واش تابعانا ولا غي كيجيب لي الله؟ وصدق داكشي اللي فراس الجمل فراس الجمال، قال لي وراه حتى انا كنت راد معاها البال من اللي ديمارينا من عند با هشام، هادي كتبان قاصدة انا والمقصود الله خويا عمر. هنا طاحت علي واحد الفكرة، قلت غنقص من السرعة ونوقف في جنب الطريق نشوف الا كانوا تابعيني راه غايوقفوا، والا كانت غي صدفة راه غايكملوا طريقهم. صراحة الدماغ اللي لاح عليه هاد الفكرة خصو لي اعدام، كانت هادي اسوأ فكرة طاحت لي في دماغي من نهار خلاقيت. بديت كنخفف السرعه باش نوقف، هو يجي مسخوت الوالدين داك خونا اللي سايق ديك الرونج، هو يتوشيني في القنت ديال الطوموبيل في الجنب، توشاني بالجهد. هنا خرجت على الطريق وقصدت واحد الشجره مسكينه، كان بها الوحيد هو انها واقفه في الجهه اليمنيه ديال ديك الطريق. فاش خرجت ما حسيتش براسي، حتى لقيت راسي معلق الصيروم في السبيطار، فقت مخلوع ومدهشر، حساب لي راسي غي كنحلم. مع فتحت عينيا بديت كنسول على خويا كمال وشنو غيكون صرالو، بديت كنغوت على حر جهدي، فينا هو خويا كمال؟ نتوما فينكم؟ والفراملية والعالم واش ما كاين اللي غيجاوبني؟ فين صيفطو خويا كمال؟ فينا هو؟ هنا غتبان لي واحد الفرمليه قصداني، قالت لي تدنا سيدي وارتاح، راه ما مزيانش ليك هاد الغوات وهاد العصاب اللي انت معصب دابا. اما داك السيد اللي لقيناه معاك في الطوموبيل، داك الدري الصغير، راه ترش قالت له واحد الحديده في جنبه اليمن وقاست ليه الكلوه،
دابا راه في الغرفه د العمليات وانت راح في ذك الله على سلامتك، راه ما وقع ليك والو. الضريبه اللي كانت عندك في راسك وكنا خايفين منها راه درنا لك السكانير وطلعت سليمه، احمد الله وشكرو ونصلي لك واحد جوج ركعات. شوقاتني بهذا الجواب واخا طمناتني على صحتي، ولكن رشقات لي حديده في قلبي من جيت خويا كمال، من جيت الخبيره اللي جابت لي عليه. قلت لها كيفاش العمليات؟ واش خويا كيدير شي اوبيراسيون دابا ولا شنو؟ ما تقوليش لي راه خويا عدو شي حاجه ولا حالته خطيره. طمنيني الله يطمنك. قاطعات كلامي بثلاثه ديال الكلمات، قالت لي دعي معاه يخرج على خير. عطاتني بالظهر وزادت خلفة. الكلمات اللي قالت لي دخلوا لراسي دخلها مضامن السيف. رميت رجليا من فوق داك الباياس، لبست صندالتي ومشيت ديريكت قاصد الشومبر فين كاين خويا كمال، فين غيديروا ليه لوبيراسيون. وصلت وبدا كيبان لي غير من الزاج. بديت كنهز كفوفي للسما، كنهز كفوفي لواحد القهار، كندعي له يا ربي يا ربي لا ما شوف من حال خويا الصغير. عمرني نسمح لراسي لا وقعت له شي حاجه، غنكون انا هو السبب. يا ربي راك عالي وعالم وراه انت هو الشافي. يا ربي شوف من حاله، راه غير خويا واحد اللي عدي. يا ربي اسمع دعاوية وما تحرمني شاي من خويا. بديت كان بكي وكانت نخصص وكملت في دعاوية لله، كان دعي باش ربي يخرجو على خير. واحد اللحظة خرج الدكتور وتم جاي قاصدني. قلت له دكتور طمني الله يطمنك، واش خويا بخير ياك؟ رد عليا وغير تكالما سيدي انت اخوه ياك؟ قلت له دكتور. قال لي مزيان مزيان، بعدا ملي لقيتك راه خصو الدم وخصنا مناش نجيبوه ليه، وبما انك اخو راه الفاصله ديال الدم غتكون بحالك بحالو. سير دابا عند الفرمليه باش تحيد لك الدم، راه محتاجينو بالزربه. غتحيد لك الدم وديه للمختبر تشوفوا واش صالح ولا لا وتجيبوا ليا. مشيت كان جري حيدوا لي الدم وانا عقلي كاع ما كاين معايا، بالي كان غير مع خويا. سبحان الله العظيم، فبحال هاد لي كادو فبحال هاد الحالات ودغيا كدوز ليك واحد السينتا فلاش باك قدام عينيك. دغيا كتبدا تفكر الايام اللي دوزتي مع المريض ولا مع اللي شاد للركنه. دغيا بديت كنتفكر الايام اللي دوزت معاه، الايام اللي كانت دير التيران، الايام اللي كيجي يتفرج فيا ملي كنكون طالع للرينج. ودغيا داز هاد السيناريو قبالت عيني. دغيا عاوتاني بدا كيدوز واحد السيناريو كحل زحل. واش زعما يقدر خويا يموت؟ هاد السيناريو على الخوت بدا كيدوز لي قبالت عينيا، كيدوزو بحال الا كنتفرج في شي فيلم ديال الرعب. فيلم ماشي غير ديال الرعب، فيلم ديال القتيله والدم والتشلاض، فيلم ديال بنادم كيتقرب طراف طراف وكيتشلض قبالت عينيك. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من بعد ما عقلي عرض عليا فيلم بعنوان كمال وعمار، من بعد ما حيدت الدم داو اللابوراتوار باش يشوفوا واش مزيان واش صالح ليه نيت ولا لا. خرجات الغيزيلطا ديال التحليلات ديال الدم ديالي، الغيزيلطا اللي كان جايبها واحد الفرملي ورمى ديك البريه وشي كلام فودنين الفرمليه، الكلام اللي غادي يبدل الكريماس ديالها. بانوا ليا الشوفات اللي دارت مرعوبين ومدهشرين، الشوفات ديالها كانت مفيزيا بيهم عليا، كانوا الشوفات ديالها فشكال. بديت كنقول مع راسي
هادي مالها كتشوف فيا هاد الشوفات؟ ياك با خويا وقعت له شي حاجه. نطقت وقلت ليها ياك لاباس اختي شنو كاين؟ قالت لي بواحد الصوت جامع من بين جميع انواع لي سونتيمو شد شويه شويه من الحاجه. نطقات وقالت لي واش عمرك تبرعتي بالدم؟ رديت عليها شحال هادي الصراحه تكون شي 5 سنين هادي باش تبرعت بها اخر مره. قالت لي واخا يلا معايا عند الدكتور، راه هو اللي خصو يشرح ليك واحد النويطه. بقيت غير كنشوف ما فهمت تا لعبه. ياك لاباس هادي مالها شنو غايقول لي الدكتور؟ بدا دماغي كيست في طوبه فوق طوبه باش يعلى الحيط ويطلع على شنو جاري. دخلتني للبيرو فين كاين الطبيب ولقيت نفس الطبيب اللي متبع الحالات خويا. رمات له دوك لي زاناليز في يديه ومعاهم شي كليمه في ودنيه. هو يقول ليها بواحد الصوت ما عرفت كاع كي داير ما نقدرش نوصفه ليكم. قال لي واخا خلينا انا وياه. قلت له ياك لاباس دكتور شنو كاين خلعتوني واش خويا بخير؟ قال لي واخا ريح ريح بعدا ريح البطل ديالنا. جلست فوق داك الكرسي وانا بحالي لا جالس فوق شي جمره كنتسنى غير شنو غايقول لي هاد الطبيب اللي قبالتي. الملامح ديال وجهه ما كانوش كيبشروا بالخير، كيبان فيه باللي راه مصدوم. نطق وقال لي خوك ما تخاف عليه والو، راه عتقناه في الوقت المناسب، حتى الدم راه لقينا اللي يعطيه له، وراه دابا باقي كوما ولكن حالته راه مستقره. نطلبوا من الله يفيقوا لينا ويرجعوا لينا على خير، ولكن الهضره اللي بغيت نهضر معاك غتكون عليك السي عمر، عليك انت البطل. بغيت نسولك شحال هادي ما مشيتيش عند الطبيب؟ قلت له شنو جاب هاد الشيء لحالة خويا وعلاش الدم ديالي ما عطيتوهش له؟ راه نورمالمون فصيله وحده اللي غتكون عندنا انا وياه. قال لي واخا دابا نسى هاد الشيء وجاوبني على السؤال اللي عطيتك. قلت له واخا اخر مره كنت عند الطبيب راه غير البارح، راك عارف قبل ما دير شي ماتش راه ضروري تدوز شي فحوصات كيكونوا روتينيه قبل الكومبا، والبارح نيت راه كتعدي واحد الكومبا، وراه كيف قلت لك قبل الكومبا في كل صبحيه كدير شي تحاليل وكنعطيهم للمدرب ديالي هو اللي كيتكلف وكيديهم للناس ديال الجامعه. راه الا بغيت تسولو سولو، راه سميتو هشام هو اللي كيكون مسؤول على التحاليل اللي كيخرجوا. نطق وقال لي واش هاد هشام هذا كتيق فيه؟ واش ثقه؟ واش زعما ما يكونش مخبي عليك شي حاجه؟ عمرو قال لك شي حاجه ولا مخليك في دار غفلون؟ هاد الكلمه اللي قال لي الاخرى الخوت طلعت معايا الصهد. نطقت وقلت له دكتور راه خلعتيني والله، ياك لاباس شنو كاين؟ قال لي واش مؤخرا كتحس بشي دوخه ولا شي سخفه ولا شي اعراض ما كانوش كيجيوك شحال هادي؟ شي حاجه ما هياش؟ قلت له دكتور والله تا بديتي كتفزعني. المهم انا غنجاوبك الصراحه، مؤخرا نيت هادي واحد 15 يوم تقريبا بديت كنحس بواحد السخفه وواحد الدوخه وشي ضران ديال الراس، الراس كيحرقني مناش الله اعلم، وراه غير البارح كنت باغي ندوز للفرماسيان باش ناخد شي كالمو. حضر راسو هو يقول لي سمعني يا ولدي مزيان، انت فيك واحد المرض راه مخلط ليك مع الدم، ولكن ما تخافش الا تبعتي الدوايات راه ان شاء الله غات تقدر تنقذها. نقذها؟ تا كيفاش نقذها دكتور؟ كيفاش مرض؟ شنو كاين؟ انتقى صاحبي راه صافي لحتي لي الماء في ركابي. هز راسو وشاف فيا
شاف فيا واحد الشوفة عميقة. بقى ساكت شوية هو يقول لي عدك وليدي الكونسير في الدم، سرطان الدم. دكتور هادي شي كاميرا كاشي ياك؟ وقيلا حتى خويا ما بيه والو، وقيلا هادشي كاملون بريبارينو من اللي خرجت من الدار باش نمشي نتلاقى مع المدرب ياك، حتى السعودي وقيلا داكشي غير كنتم بريباريوني ياك. شاف فيا شوف حزن من ديك اللي شاف فيه في الاول، وقال لي يا ريت ولدي يكون هادشي غير كما كتقول، للاسف راك مريض وخصك تقبل هادشي، خصك تدخلو لراسك وخصك تكون قوي، خصك تغلب عليه، ما تخليش هو يتغلب عليك. راه المرضى ديال الكونسير تقول واحد 70% ديالهم ما كيموتوش بالكونسير، كيموتوا غير بالعذاب النفسي، كيموتوا غير بسبب النفسيه ديالهم اللي كتكون كتوهمهم باللي راه صافي ما بقى لهم والو يموتوا. وراك عارف الهضره اللي كان كيقول لي كنسمعها، كنسمع بحالي لا فيها الايكو، كنسمعها بحالي لا كيدوي وكيدوي في شي بيت خاويه، ولا بحالي لا تقول كيدوي في الحمام. العداله كلمه ما كايناش في قاموس الدنيا، عمر الدنيا ما تطبقش دبابها الكلب العداله على شي حد. عمرني اديت شي واحد ولا شي حاجه اللي نستاهل هاد المرض، ولكن ما كتبوش ناس زمان من اللي قالوا ان في المدرسه كيعلموك الدرس عاد كيختبروك، اما في الحياه كتعطي الجدوال ديك الكلب غير الراس، كتعطيك غير الراس وكتختبرك عاد كتعلمك الدرس. تبدلوا لي كاع المبادئ باش كنت كنآمن، انا باللي الحياه منفى قصير، ولكن ماشي المهم انك غير تعيش، المهم هو تعيش مزيان. كنت كنآمن انك خصك تحب الحياه وتعيشها كيف ما بغيتي، وحتى الموت تعرف كيفاش تموت. كنت كنعشق المصعد السانسور، ماشي كنطلعو حيت كاسول ما فياش اللي طلع الدراج، ولكن كنت كنطلعو بدافع التأمل، حيت زوينة ديك القضية ديال تحط صبعك على ديك البوطونة ويطلعك فين ما بغيتي وينزلك فين ما بغيتي كذلك. ولكن نسيت واش بعد المرات يقدر يخسر ويتكوانسا وانت فيه، ما كيخلاش من العطب بحال الدنيا، بحال الدنيا وكيف ما دارت معايا دابا. النهار فاش خصني نكون فرحان تقلبات عليا الدنيا ورضاتني قرحان. تصدمتو اخوتي بمرضي تانتوما ياك؟ تصدمتو بالخبيرة اللي خبرني بها الطبيب؟ الصدمة ديالي انا كانت مالها متيل، كنحس برجليا ويديا وكل عضو حي في لوكور ديالي فاشل. حضرت راسي وخرجت من البيرو ديال الطبيب، خرجت بديت كنحس بواحد الفشله مالها متيل، الشي اللي خلاني ما قدرتش نتمشى. مازال تنت على واحد الحيط وانا نريح وتبت وقرت، الدماغ شارد وهاد الحزن حمل وسيل الدموع، العينين قوا عليهم الماء وبداو كيلوحوه على برا، دوك العينين نيت بداو كيتساراو في السبيطار. بديت كنشوف شي شوفات عميقة، هاد اللحظة بانت لي مراتي جاية وكتجري. من الشوفة اللي شافت فيا فرحات
حيت اكيد غادي يكونوا وصلوا ليها باللي راني داير كسيده. فرحه اللي فرحات هي ملي شافتني ما واقع لي والو. عرسي غير شفت هاد البلان هذا وشفت الفرحه في عينيها تفكرت واحد الديكور كان كيوقع لي ديما. كانت كتبان لي شي تفاحه كتبان لي صاينه وواقفه ومزيانه كتبان من تشوفها راها مزيانه. مع كتضرب العطار اولا كتفتحها بالموس كتلقى الداخل ديالها مخوخ مخوخ وكحل زحل. وديك التفاحه اخوتي راه بحالي بحالها نفس الشيء كيتطبق عليا. لوكورها هو كيف الجمل ولكن من الداخل مسوس ومخوخ كي يقولوا ناس زمان الزين من برا واش اخبارك من الداخل. المهم وقيلة في حال ما هكا كاينه شي متلاكه تقول بحال هاد الهيت. وصلتني مراتي ووقفات عليا معانا كنت مريح بدات كتطلع عليا من الفوق كنشوفها بحال الا كتطلع عليا من شي موبل. قالت لي على سلامتك والله تا كنت خايفه لا تكون وقعت لك شي حاجه. اللسان اللي غايجاوبها كان ثقيل ما قدرتش نجاوب. قالت لي هضر معايا عمر فينا هو كمال شنو واقع لي. هدرت راسي فبكى مني حزين وما نطقت بتا كلمه ما فهمات والو. واحد شويه بديت كنشوف في الوالده تا هي ها هي جايه كتجري ودموعها كيتنطنوا على خدودها. قصداتني والمقصود الله شداتني عنقاتني وقالت لي على سلامتك يا ولدي شخبار خوك دوي مالك ساكت دوي راني مخلوعه يا ولدي مال وجهك غرقان في الدموع لك ما كمال وقعت له شي حاجه. الاسئله ديالها طاحوا عليا بحال الا كان دوز الشفاوي في شي كونكور ديال الماط. ما قدرتش نجاوب ملي ما داو مني لا حق لا باطل. قال ليهم واحد الطبيب ومشات مراتي كتجري عدو. قالت له الله يجازيك بالخير يا دكتور لا ما طمنا على كمال المريض اللي جا داير كسيده. قال لي هاد الطبيب السيد اللي دار كسيده هو وخوه راه درنا ليه واحد العمليه وراه دابا الدعيوات غيبقاو عليكم دعيو معاه باش يفيق على خير. جات مراتي ورمات الخبيره للوالده. الوالده ما استوعباتش دغيا داكشي اللي واقع بقات كتبكي ولكن من بعد هزات كفوفها للرحمن وفي جو مقدس بدات كتدعيلو يا ربي لما نوض لي ولدي على خير. مراتي جات عدي وبدات كتواسيني يا حساب ليها باللي انا صادماني غير القضيه ديال خويا كمال والغيبوبه ديالو ولكن ما عرفاش شنو كاين وشنو محش لي ركابي. بدات كتواسيني وكتقول لي دابا يفيق دابا ترجعوا كيف كنتو ودابا يزول هاد الشيء ويبقى غير تعاويد. شكون يسمع كلامك يا ليلى شكون غايسمع كلامك وانا البنج باقي سارح لي مع عروقي. واش نتقبل الكوما اللي كاين فيها خويا ولا الكوما اللي دخلني ليها الطبيب بالخبيره اللي زرع لي. ملي المصايب كتشد عندك الطريق ما عندك الا تفتح لها البيبان وتقول لها مرحبا بكل روح رياضيه وبكل روح عقلانيه. كنشوف ميمتي قدامي باكيه على اللي جرى لولدها الصغير خايفه لا يموت وهو في الكوما لكن ما كانتش عارفه باللي ولدها الكبير ولدها البكر كيموت قبالتها وشوي بشوي وهي ما داريه بوالو. حياه والله تا بعد مرات بقوت ما كتعطيك للراس كتولي كتضحكك. البارح شكل واليوم ما في شكل سبحان اللي بيتها فشان ويصبحها فشان. استجمعت كاع داكشي اللي بقالي من قوه في لوكور ديالي وانا نوض. قالت لي ليلى فين غادي ما قدرتش نجاوبها
ما قدرش لساني يلاغيها. حاجة اللي قدرت عليها هي أنني نتبسم في وجهها وأنا نزيد خلفها. بقيت غادي في الكولوار ديال السبيطار غادي، وكنطلع على كاع دوك الشنابر، كنضرب عليهم من الزاز، وكنشوف في كل شومبر والمريض ديالها كل واحد وكيفاش كان منشور. كاين اللي دايره به عائلته، وكاين اللي غير وحده ما عدو حد. خرجت برا باش نشم شوي ديال الهواء، ومنها نيت نفكر ونرجع سينتا اللور شوية ونفكر في حداتها. ريحت فوق واحد الكرسي في الشريطات السبيطار، وبديت كنرد سينتا من اخر بلاصة عاقل عليها. ملي كنا شادين الطريق باش ندي الخوادري يلعب كورة وانا نرجع للدار، اول مطرقة ضربات لي في الراس هي شكون ديك الرونز اللي تبعاتنا واللي بسببها راحنا في الشي اللي فيه دابا. المطرقة الثانية اللي ضربات لي في الراس هي شكون عيط للومبيلونس في ديك الطريق الخاوية. اما المطرقة الثالثة دقدقات لي بالمرض اللي خبرني به الطبيب. كيفاش هاد المرض وكيفاش بلانو؟ علاش ما حسيت بوالو هادي سنين عديدة؟ كيفاش تا يلا وليت زعما كنحس؟ علاش؟ واش هاد المرض كيبان على غفلة ولا شنو؟ واش ما كيعطيكش شي علامة من قبل؟ اما المطرقة الرابعة وهي اللي كانت كطرق لي الغلوغي بالبيان، كيفاش بلان با هشام؟ شنو زعما واش كان مخبي عليا ولا شنو؟ ورا كنت ديما كندير التحاليل قبل ايات وهاكومبا، شنو واش ما بغاش يخبرني بهاد الشيء ولا شنو كاين؟ علاش عمرو خبرني باللي راني مريض بالكونسير؟ بقيت كنفكر وما فهمت تا لعبه. بزاف ديال الاسئله بداو شاردي اللي في عقلي. قلت مع راسي عمر خصك تكون راجل، مالي نطرة محتاج يلي كدابة توقف معاه. هنا تفكرت واحد الآية من آيات الرحمن اللي كتقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم، تعودت بالله من الشيطان الرجيم وانا ندير بوز على هاد التفكير اللي كان فكر فيه، وكليكيت على بلاي على دارنا، ومشيت راجع داخل العدوم للسبيطار. مشيت ديريكت عند ميمتي، عنقتها وقلت ليها سمحي لي يا ميمتي، رانا السباب في اللي جاري لخويا، كون غير متانا وما يطرى هاد الشي. جاوباتني مسكينة هو الأول بواحد طرشة، وهي تقول لي هاد الشي راه قدر وابتلاء من عند الله، ما عندك ولدي لاش غتلوم راسك، والقدر خصنا نرضاو به سواء كان خير ولا شر. ميمتي العزيزة شادة راسها على الحق ودايرة رجاها في الله. أما أنا كنت كلمة وحدة اللي كان ردد قدامها، إن شاء الله إن شاء الله أمي. دابا ينوض خويا ويرجع لينا سالم غانم. مشيت عند مراتي لقيتها مازال كتبكي ومخلوعة، عنقتها وقلت ليها كوني هانية، راه ربي رحمن رحيم وما تنسيش راه هو الشافي. خويا دابا يفيق وترجع ليام كيف كانت. وهادي هي هضرتك ولا نسيتي؟ قالت لي هذا هو الكلام اللي بغيت نسمعه منك، حيت راه فهاد اللحظة محتاجين ليك بزاف في جنبنا. ناطو بدات هي كدعي الله وهزا كفوفها للرحمن. اما الوقت فراه الوقت دابا بالضبط 4 ديال الصباح اخوتي. الشردة بنت الحرام اللي كتشرد لي في بالي ديك السهوة كانت فارشاني قبالت مراتي وميمتي. الحاجة اللي كانت كتفكني معاهم هي ديك التبسيمة، غير كنشوف شي حد ضارب وكيشوف فيا كان تبسملو في وجهه.
مراتي نط قالت للوالدة يلا الحاجة مشي ورتاحوا شوية تالغدا ونرجعوا. وداك الشي اللي كان، الوالدة سكتات وحضرات راسها وفوضات أمرها للرحمن، وزادت ومشات مع مراتي. خرجوا برا وبداو كيساينوني نلحق عليهم. وصلت عليهم وشدينا الطاكسي ومشينا للدار. طريق كاملة واتحد فينا ما انطق بشي كلمة. دخلوا هما للدار وانا بقيت على برا شوية. قالت لي مراتي يلا، قلت لها غي سيروشن بقى شوية نشم شوية دلهوا وغنتبعكم. قالت لي واخا غير ما تعطلت باش ترتاح شوية باش نفيقو بكري ونمشي ونرجعو عد كامل للسبيطار. قلت لها واخا صافي غي طلعي. خلاو لي الباب مفتوح ودخلوا باش يرتاحوا. بقيت جالس برا وكنشوف واحد التيران كاين في السيكتور فين ساكن. واحد التيران اللي كان كمال كيحرت فيه طوله وعرض بالجرة. بعد اللحظة بقيت سارح وكنفكر غير في خويا ونسيت انا راسي. نسيت الكلام اللي قال لي الطبيب واللي كان قرب وعلى بونتي وقف لي قلبي. نسيت دموعي واش فيها الطعم واش مالحة ولا غيب لول سايل على خدودي. كنشوف البارح فين واليوم فين وغدا يعلم الله فين. كمال راه ما كانش اخوتي غير خويا، راه كان صديقي بالصح. راه واخا كان صغير عليا ولكن سبحان الله العظيم كان عاطيه ربي واحد العقل وديال الناس الكبار. كنا تربينا انا وياه على الصراحه، ما يخبي عليا ما نخبي عليه. الاسرار ما كانوش بيناتنا، كان يحكي لي همو ونحكي لي همي. مشاركين انا وياه الحلوه والمره. كاينين شي حوايج ما كنقولهمش حتى لمراتي وكنجي وكنقولهم ليه هو. ايام شحال قاسحه والله، اللي ما داز منك يا دنيا راه ما داز من حفاريك. طريقك الدنيا كانت عامره ضوضانات، كتدوز من واحد كيشدك الاخر كيماركي ليك ستوب لهلا يطريه ليك. الا انا سبحان الله كنت كندوز شي ضوضان كنلقى حيط اللي تابعو، ماشي غير ضوضان حيط. هادي هي حياتك البوكسور. تا الدنيا كانت لعبة معايا نيت البوكس العالمية والشهرة في القارة الإفريقية راحوا في داك الشي. فين رايت البلاد اللي كنت كنحلم نهزها وانا في عمري 27 سنة؟ فين فين وفين وفين فين كابا هشام تسمع هاد الشي؟ ملي تذكرت هاد السمية وانا نفيق هشام كيفاش قالب زعما دبا هشام؟ هنا بدا النص الثاني من عقلي خدام، النص الثاني من عقلي اللي كانت على بابو كلمة الكونسير مطبوعة ومنقوشة بحروف جداد. قلت واخا غدا نعرف البلان ديال هادشي وغدا نحقق فيه. مشيت طلعت نرقد ولكن فينا هو الرقاد. بقيت غي حال العينية وكان قرق فيهم تا صبح الصباح. نضنا ومشينا ديريكت للسبيطار. دخلنا وقلوبنا كانت كتضرب 9000، كلنا مشتركين في احساس واحد، لا انا لا امي لا مرات. عقولنا كانت كتقول لنا راه كيف ما غاد تدخلوا غايقولوا لكم دايم الله. صراحة هذا تفكير سلبي راه طبيعي، كاع ما ديروا لنا العيبه اخوتي. اللي كتكون واقع في شي مصيبه راه اوتوماتيكمون دماغك كيفكر وكيخدم غير الجانب المظلم فيه. داكشي علاش ملي داخلين للسبيطار كلنا كنقولوا بلي كيما غندخلوا غايقولوا لنا راه كمال مات ولا المهم وقعت شي حاجه ما هياش. وصلنا للبلوك فين كاينين صحاب الانعاش، طلينا من الزاج بان لينا السرير خاوي ما فيه حد. السرير فين كان خويا كمال. الله يا ربي الله. الوالدة بدات كتقول لينا شنو كاين ياك لاباس، شتكم
مضاشرين وجوهكم ما هماش. جاوبتها مراتي وقالت ليها بكوني يعني يا الحاج راه غير كمال ما كاينش بلاصتو و راه غيكون غير خرجوه حيتاش غيكون ولا شويه ونقلو البيت عاديه. شفت في ليلى وعرفتها باللي غير كتكالمي في الوالده. صراحه كانت تمنى هذا الشيء اللي قالت يكون بحقه حقيقي. قالت لينا ليلى مراتي بلاتي انا مشي نسول الطبيب. تانا لقيت من الجنات والناس قدرتش على شي صدمه اخرى بحال الصدمه اللي صدمني بها البارح. مشات ليلى باش تسول الطبيب قلبات على داك خونا نيت اللي كان البارح ولكن ما لقاتوش، ولكن الفرمليه اللي كانت معاه لقاتها. ليلى دخلت فيها طول وعرض ديريكت ولاحت ليها الكلام بلا مقدمات. عفاك الدري اللي كان البارح داير كسيده ودرتو له اوبيراسيون طلينا علو من الزاج ما لقيناش، واش حولتوه؟ الفرمليه قالت ليها داك الدري اللي دار كسيده هو وخوه. قالت ليها يا لالا هو هذاك، واش ديتوه لشي بيت اخرى؟ قالت ليها الفرمليه ما عرفت ما نقول لك، غير دابا شويه باش تدامو الامانه امانته. ليلى غير من المشيه اللي كانت جايه عندنا في الكولوار كانت ساهيه وقدامها صايقينها عندنا، غير من تشوفها فيها عرفت باللي الخبيره اللي جاي باغا تكون ما هياش. بديت تنشوف ليها في عينيها شوفها طوال. نتقات الوالده وقالت ليها شنو كاينه بنتي داو حولوا لشي بلاصه فاق بنتي ياك فاق من الكومة. ليلى جايه بالغالونتي بالعرض البطيء وقفات قدام الوالده وهي تفرقع بالبكا. تلاحت على الوالده وقالت ليها اسمحي لي يا خالتي كمال راه مشافين غامشي وكاملي. يا ربي الله هنا تفرقعت بالبكا و بديت كنتفكر واحد اللحظه ملي كنت طلعت البارح باش نتكى. واحد اللحظه ملي فات الفجر داتني عيني شويه، داتني عيني واحد الغميضه وفيقاتني واحد الحليمه. كنت حلمت باللي خويا كمال جا عندي وقال لي بالسلامة أخويا بالسلامة وتلاقاو لهي. قلت لي فين لهي؟ قال لي تلاقاو لهي، ويختمها لي بواحد تبسيمة. هاد الحلمة كانت مشات لي من بالي تا جات ليلى دابا وزفات علينا بهاد الخبيرة. عاد تفكرتها بديت كنشوف الوالدة وكنقول دابا تبقى تلومني غير انا. تقول لك انت هو السبب، انت اللي قتلتي لي ولدي الصغير. ولدها راه كانت كتحماق لي حيت كان هو الصغير، كان ديما مفشاه واللي بغاها كتمدها لي. بقيت سارح في كياني والدموع نازله كيف الشلال من عيني والسهوه لاعبه علي العشره. وملي صحاتني الصحوه نط باش نواسي ميمتي ومراتي، لقيت غي ليلى اللي باقيه واقفه قبال داك السرجم ديال الزاج. الوالده ما معاها شاي. نط وبديت كنقول لمراتي واش غي كتكذبي علينا ياك؟ هادشي خويا راه واقيلا فاق ياك، غي شادين غينا ولا شاد الشي وبدا راسي دور 9000. بدات مسكينه كتواسيني وكتقول لي عافاك لا ما ضبط راسك غير ضبط راسك راه دايم الله راه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.
هذا قدر الله وراه ما عندنا منه هروب. بديت كنبكي وكانت تنخصص على كتفها شويه وانا نقول ليها فين مشات امي. قالت لي راه ملي كنتي جالس قبالتنا وراه غير زفيت عليها الخبيره بدات كتبكي هي تسخف، ودابا راه غيبات وراه دخلوها اللي نعاش. الله يا ربي الله اشهدش هاد الخبر الخوت هو ازبل خبر تقدر تسمعه في حياتك. كمال زاد وخلاني كيف ما دار لي في الحلم. بديت كان قول ياك اخويا الصغير ياك دغيا سخيتي بينا وطلعت ليك الدنيا في الراس، عمرك مرطي ولا دخلتي لشي سبيطار، ونهار كتاب ليك تدخل ليه غادخل من بيبان الدنيا القدامية وتخرج من بيبان السبيطار اللورانية، صافي غتخرج ديريكت للمقابر. مشيتي يا اخويا وغتخلي لينا بلاصتك كيف الحفرة فينا. علاش علاش اصاحبي ديرك علاش؟ اجي طلع على اخوك وشوف باش مريض بعدا، اجي تشوف ميمتك اللي غي سمعت الخبيرة وهي طيح كوما. مشيتي بلا ما تشاورنا، مشيتي وخليتيني كان قاصي دابا مع الزمان. بديت كنبكي وكنقول غي سمح لي يا اخويا راه انا سبابك في موتك. بدا راسي كاي صوت ودنيا كنسمع فيهم واحد طنين ما هواش، ما حسيتش براسي حتى خرجت هربان من جو المكان. بقيت غير كنجري بلا وجهه وعلى خدودي فايضي اللي السدودة ديال البكا. بعدت بزاف من السبيطار وفي جنب واحد الغابة ريحت أنفاس مع واحد الشجرة، وبديت كنلاغيها ونشكي لها في همي ونحكي لها حكايتي. بالله عليك يا شجرة علاش ديما وراقيك باليين ومليوحين في الأرض؟ علاش انتي واقفة وديما شامخة وما كتزعزعك حتى حاجة، لا مشاكل ولا هموم؟ شكي عليا حتى انتي، شكي عليا وقولي لي همومك، حطي راسك عليا وقولي لي غير باش كتحسي. بديت كنساين جوابها من نيتي. شوية تفكرت باللي راني كنلاغي في جماد، قلت ليها واخا انا عارفك ما غتجاوبيني، ولكن حاولي تجاوبيني غير على حاجة وحدة. واش تقدري على هاد الشي اللي وقع لي دابا؟ تقدري على هاد الخبيرة اللي تلقيتو؟ عافاك لما غير عطيني كيفاش كتقدري تصبري، كيفاش كتقدري تصبري الفصول العام بربعاهم ربيع وصيف وشتاء وخريف؟ كيفاش ما كيتبدلش عليك الجو وكتكامو فلاي معاهم كاملين؟ بديت كنشوف فيها، ولكن ما كاين اللي يجاوبني. انا عرفت باللي راه واخا ساين تل شمن نهار راه ما غلقى الجواب. عرفت باللي قصتي غتكون حكايتها عبد الله تقرى يوم الحكام. الاجواء في السبيطار كانوا ما هماش، ليلى بقات غير وحدها وانا في جيه والوالده في جيه. كانت مسكينة ما عرفات الفين ترد بالراس، واش تواسي الوالدة اللي كانت مازال مغيبة وراها داخلة للكومة، ولا تتبعني وتشوفني فين زدت ملي خرجت كنجري من السبيطار. خرجت على برا باش تقلب عليا ولكن ما لقاتنيش، بقات مريحة تما كتساينني. بدا تلج كيطيح، كان الخريف رما بضلالو. هنا قررت باش نمشي نرجع للسبيطار. بديت شاق طريقي وسط الغابة تخرجت للجهة فين كاين المشفى. هنا بانت لي ليلى كتساينني قبالت الباب. بقيت كنقرب ليها شوية بشوية تا وقفت عليها وقلت ليها كيف بقات الحاجة. قالت لي راه مازال ما قالوا لينا والو، راه مازال الطبيب لداخل وراه بان لي المدرب ديالك المدرب هشام
راه بان لي قبيله داخل السبيطار، راه غير من الجريه اللي كان كيجري باينه فيه بلي الله ساق الخبيره ديال الشي اللي وقع ليك وراجا باش يسول فيك. رسمت واحد الابتسامه على الكريماس ديالي، دا واحد المنظور خاص، ولكن غير ذكرات لي المدرب هشام هما يتبدلوا لي جدباباهم الكلب هاد الكريماس، ما قدروش مازال يكملوا في التمثيليه ديال التفرنيس والتبسام. الكريماس ديالي رسموا لي في وجهي داك ليموجي اللي غضبان. قلت ليها هشام هنا؟ قالت لي اه. قلت ليها واخا صافي، غير سيري تي للدار دابا، راه غتكوني عييتي، خلي الشي اللي بقى عليا، انا غندخل لداخل ونكمل الاجراءات ديال الدفن مع السبيطار. كوني هانية، الا فاقت الحاجة راه غنعلمك ونصوني ليك. ما عاوداتش معايا الهضره ومشات في حالها. زدت دخلت للسبيطار وهي تبان لي واحد العباره مكتوبه في واحد الباب تما، مكتوب فيها الكمال لله. الصراحه هاد العباره توشاتني بزاف، حيت ربي بغى خويا وراه داه، ما عندنا ما نديرو قدام القضاء والقدر. تعاوية اللي كانوا غير مع خويا داروا قلبوا الفيراج وتوجهوا لميمتي. يا ربي لا ما وقف لي معاها وخرجها لي على خير. يا ربي راني ما قادرش على شي صدمه ثالثه. ملي توسط الكولوار اللي داز فيه قابض الرواح باش يقبض الروح دخويا، ملي توسط داك الكولوار بان لي با هشام لونترينور ديالي، بان لي وفيزيت عليه من بعيد ومع ضرب عليا حتى هو جاي عدي وجاي كيجري. ما عرفتش فوقاش حتى وصلني وعنقني وبدا كيصبر فيا وقال لي يا ولدي عمر راه يلاه سقت الخبار. بقيت واقف مخشب وغي كنشوف فيه، ما قدرتش ندير حتى شي حركه. هنا عقلي بدا كيقول لي هذا هو باك هشام، هذا هو الكونفيونس والثقه واللي دايرو بحال الوالد ديالك، هذا هو المدرب ديالك، هذا راه منافق، هذا اللي كتشوف فيها عمر راه منافق وراه غير كيتشلهب عليك بحروف وجهه الباليه. هنا استجبت هادشي اللي قال لي عقلي ومشيت معاه في التمثيليه، ولكن قلت ليه والله لا بقات فيك، هادشي اللي بقى لي من عمري غنخسرو غير في التحقيق عليك ولا على دوك اللي مصيفطينك. ملي نسالي مع هاد المشاكل انا معاك اودا با هشام، غنبدا بيك انت الاول. قضيه اخوتي راها كبيره وكبيره بزاف، وفيها مؤامرات امروها عليا ولاد الكلاب، ولكن انا معمهم حتى يموت هاد العرق اللي باقي كيزدح فيا. ملي كيطرق عليك الباب شي حد وكتقول شكون، عقلك كيولي كيساين الرد اللي غيريحو. هكا داير عقلي دابا ملي سولوه هشام. ايماجيني ودير راسك بلاصتي وقول لي كيفاش غتكون ردة الفعل ديالك قبالت الاب الروحي ديالك واللي كنتي كتانسبيرا منه. بلا ما تخايل وبلا ما تجاوب، ايكون بلان ما هواش بلان ما تبغيش حتى لعدوك، ما بغيتش حتى حد يكون بلاصتي في هذا الموقف. لاكسيدون كانت ضربه قويه عليا، ولكن المكتب كان بغاني نعرف شنو كاين، المكتب كان بغاني نعرف باللي الطريقه باش كنت سايق بها حياتي راها ما هياش. وبالعربيه المكتب كان بغى يوريني وجهي في المرايه، حيت الا مشيتي حتى ولفتي شي حاجه مقلوبه وضربتي بها سنين كثيره، ومن بعد غادرك باللي راك على الطريق الخاطئه. انا كتكون ديك الصدمه قاسحه بزاف، سول المجرب ولا تسول الطبيب. هشام المدرب ديالي بدا كيواسيني وانا كنشوف فيه الشوفه اللي ماشي ديال المواسات، كلامه كان كيدخل من ودني اليمنيه ويخرج كيجري من ودني الشمال. فيا ما يكروشي دابا والديه ونضربو بسلاحه، نضربو بداكشي اللي علمني به، ولكن حالتي دابا ما كتسمحش لي بهذا الشيء، خصني حتى نسالي ليه. الاسئله اللي بدا كيسول نزلات منه كيف الشتا، كيف ما كتنزل قطرات الشتا على التراب العطشانه، ولكن جوابي كان
ملخص في جملة واحدة، الله بغاه وداه. هادشي اللي كاين السي هشام، تهلا فراسك راه عدي ما يدار دابا بسلامة. كانت هادي أول مرة غنقول ليه السي هشام، حيت الكلمة اللي موالف كان نادي له بها هي با هشام، ومن القريماص ديالو بان لي بلي شوكاطو هاد كلمة السي. سلم عليا وزاد في حالو، ما عرفتش واش يقدر يكون شك بلي عرفت شي حاجة، ولا غايقول مع راسو بلي راني مازال تحت تأثير الصدمة ديال موت خويا والموراها في غيبوبة وقع هاد المصايب الكحله اللي واقع فيها انا دابا. يقول لي بغا يقول بلانكا سي هشام، الايام الجايه هي اللي غتقرر لك حالك فيهم. مشيت كملت الاجراءات ديال الدفن خويا وتحركت مع لومبيلونس للجامع ديال الحومه، هزينا الجنازه خويا ودخلناها للمسجد، صلينا الجنازه بعد صلاه الظهر وديناه للمقابر، قبلناه وسدناه للقبله في قبره. دموع غزيرة مني عليك اخويا كمال، مازال ما شبعتش منك اخويا الغالي، ولاني تصرف ديال الخالق خصني نرضى به باش ما كان. كلمة البركة فراسك بدات كتعم المكان، وكلمة بالشفاء للوالدة ديالك تاهي دارت حقها ودارت بلاصتها مع تعزية. اخوات المقبرة والناس مشاو في حالهم وبقيت وحدي وسط القبور، بديت كنشوف دوك القبورة بديت كنلاغيهم كنقول لهم الطيف جديد عندكم اليوم واللي هو اخويا، يا ربي لا ما جعلو ضيف مقبول. خرجت من المقبرة وتميت غادي للدار، غادي وكنقول خصني نمشي نرتاح باش نرجع واخا غير شوية من فصوص الدماغ. اللي شاف الويل شاف الويل في هاد اليومين، هادي واحد اليومين كانت الدار عامرة، الوالدة كمال وصداعو، أما دابا بقيت غار أنا ومراتي وولدي بادر. دخلت ديريكت وقصدت الدوش باش نكب عليا شوية دالميمان لعل وعسى يريحو لوكور ديالي ونمشي نتهد. ومعا كطيح عليك ديك القطرة الأولى ديال الما كتكون عندك واحد ردة الفعل في شكال على ذاتك، شامبوان ملي كيرغوي رغوتو على راسك كتحس بواحد الانتعاش وواحد البرودة في شكال. زال كلشي ونشفت الماء وبقيت غير بحوايج الناس. مشيت قصد ديريكت الناموسية ديالي باش نتكى، واخا كاع هادشي اللي جرالي دغيا داتني الغمضة. ملي ضرباتني الفيقة لقيت بلي اليوم الصباح ديال الاربع، اليوم عدي شي تحاليل كانوا طالبينهم ليا ديال السكر والخزان ديالو والملحة وداك الهيت الاخر. ومن ورا هادشي كانت تعدي حصة ديال لاصال، حيت راه اليوم عدي كومبا مع الحداش ديال الليل. الكومبا اللي عدي اليوم برسم نصف النهائي ديال البطولة الاحترافية المغربية للطايبوكسين. هاد الماتش هذا كان مع واحد خونا سميتو امير قسطال، وهاد خونا هذا سبق لي لعبت معاه في الربوع ذاك العام ديال كاس العرش. مباراة ديال العام اللي فات معاه كانت مباراة هيتشكوكية بكل ما كتحمل الكلمة من معنى. الجوالات فوق الرينج كانوا ما بغاوش يساليو، دقا فيا ودقا فيه، روند كينوطيوها ليا الحكام وروند كينوطيوها ليه، ولاني في الروند الاخر حطيتو بالكاو. كنت غفلتو وخويت ليه الواحد ديريكتا وانا نطلع معاه واحد البيركيد، واحد الدقة طلعتها لي من جهة المشوار من التحت، وتما فين حطيتو دودة الارض وتهز البيبليك. الصراحة دخونا الفرق بيني وبينه ما كانش كبير، واخا كنت ربحتو كان البيبليك كيساين الماتش ديالنا يمتى تلاقينا القدار والقرعة من جديد. نط من فراشي وبقيت شوية انفاس مع المرايا، بغيت نشوف عمر في المرايا على انعكاس بصفتو ليا كضمير. سولتو قلتلو شنو كاين با عمر، واش كاين ما توجعلي به راسي هاد الصباح، ولا غنبقى فيك وغتخليني اللي فيا كافيني. فهاد اللحظه ملي كنت كنساين جواب ديال ضميري جاوبني واحد الصوت من ورايا كان حنين، قال لي
قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صباح الخير بعدا. حاول تنسى وترضى بقدر الله. البارح راك نعستي العشية كاملها وحتى الليل ما بغيتش نفيقك، خليتك باش ترتاح. عارف باللي الوقت اللي كتدوز فيه ما هواش داكشي علاش ما بغيتش نفيقك، حيت احسن حاجة دابا توقع لك هي تنعس. اجي تفطر راه فطورك وجدتو لك فوق الطبلة. انا غنمشي نوصل بدر للمدرسة وندوز عند الحاجة للسبيطار. ان شاء الله نجيب لك معايا خبيرة مزيانة. وما تنساش هاد الكلام اللي غنقول لك تعلقو خرصة في ودنيك. راه انت بوحدك اللي بقيتي لينا انا وولدك وميمتك. حاول تفكر في هاد الكلام مزيان وربي معاك. ليلى مشات في حالها وخلات لي كلام في ودني ضربني بحال شي قرطاسة ديال الرحمة في صدري. مشات وخلاتني كنقول مع راسي علاش انا اناني حتى لهاد الدرجة. كنفكر غير في راسي وخليت الناس ورايا واكلين الدق عليا. تعودت بالله من الشيطان الرجيم وقلت الحمد لله يا ربي على قدارك. الحمد لله على كل حال. لبست عليا درابلي وانا نخرج من الدار بلا فطور، حيت خصني ندير كيف العادة دوك التحاليل الروتينية ديال كل نهار قبل الكومبا. تحاليل اللي ما نفعوني في التلعبة. تحاليل كانوا كيهزوا من سميتهم غير الكلمة. كترت لي باري والكلام المعسل من عند الناس اللي كيتفرجوا فيا السيلفيات الخاوية على الانستغرام. كان هذا هو صباحي كيف ديما قبل اي ماتش. كان هذا هو صباحي شحال هادي قبل الكومبا. وعدكم تسمعوا شحال هادي وتقولوا راه بزاف. راه هادشي كان غير ول البارح. اما اليوم عاد بقلت بسم الله في الحياة اللي كان خصني نعرفها شحال هادي. قبض طاكسي صغيرة حتى لداخل المدينة. وين فوا خرجت من ديك الطاكسي لقيت با هشام واقف اونفاس معايا. قال لي ما كنتش ولدي كنظن باللي راك غادي تجي. واخا خاطري كانت كتقول العكس ديال داكشي اللي سردو لي الغلوغي، حيت اللوجيك كيقول باللي راك ما غاديش تجي. ولكن انا كنت سايق فيك وكنت عارف باللي راك قوي وغادي تقدر تجاوز هادشي وغاتجي باش دير التحاليل ديال الكومبا كيف ديما. واللي زاد اكد لي على هادشي هو انني كنت عارف باللي راه المباراة مع امير قسطال غتكون مصيرية عندك. اليوم بالصباح ولدي ملي فقت قلت غادي نصوني لك باش نفكرك في هاد الماتش ديال الدومي فينال، ولاني ما قدرت صراحة ما قدرت وكنت خايف لهاد الدور فيا. قلت مع راسي شنو غندير، غنجي للبلاصة المعلومة. قبلت هاد لابوراتوار فين كيدارو التحاليل كيف ديما. كيف ما كتشوف هاني جيت وبقيت كنساين فيك اولدي، حيت كنت عارف باللي غادي تنسى كلشي وغادي ديها في مستقبلك. وكيف ما كيقولوا سيادنا الوالا راه اللي فات مات. وهذا اللي كنشوف قبالتي هاد الراجل الصنديد هذا هو ولدي عمر اللي ربيتو على يدي. سلا كلامو خليتو وزدت دخلت لداخل لابو باش يحيدوا لي الدم. بقيت كنقول مع راسي راه من هاد لابو ومن هنا خصني نبدا خيوط الحكايه. بديت حاضي هشام من بعيد ملي بداو كيحيدوا لي الدم، كنشوف كيفاش غتكون ردت فعله. وهنا رديت البال وبان لي بلي كيعرف كلشي في هاد لابوراتوار. كاع الناس اللي كاينين هنا كيعرفوهم، وبزاف واحد الفرملية كانت سميتها مريم وهي اللي موالفة كتحيد لي الدم، وحتى اليوم هي اللي حيداتو. لاحظت باللي مضاصرين بعضياتهم كيضحكوا دوك اللعيبات، يعني زعم عليه وزعم عليها. اما الطبيب ديال هاد لابو والناس الباقين ما كانش مضاصر معاهم كيف ما مضاصر مع مريم. ساليت التحاليل وخرجت بهاد النتيجة اللي لاحظت غير اليوم. وزيت صاكي ومشينا للصال مجموعين. الطريق كلها وكنت غير ساكت. العكس ديالو هو اللي كان كيهضر وكيبغي يواسيني زعما، وفي نفس الوقت كان كيوجدني وكيمضي فيه فيا باش لعب الماتش ديال اليوم اللي كان مع امير قسطال. واحد اللحظه ما حسيتش حتى قاطعت كلامه وقلت له شنو علاقتك مع الفرمليه مريم اليوم؟ لاحظت بلي عندك معاه واحد الكونتاكت في شكال. قال لي ما يمشيش عقلك بعيد يا ولدي.
هذيك المرأة راه مصرف فيها واحد الخير، وقت ما شافتني راه كتكبر بيا وتبقى تضحك معايا كيف ما شتي. قلت له واش كتسكن هنا ولا خارج المدينة؟ رد علي شفتي ذاك الموبل اللي مقابل مع لابوراتوار فين خدامة؟ قلت له ايه مالو؟ قال لي راه تما فين كتسكن، راه مؤخرا اللي يالله خذات مسكينة واحد البارتمان تما. رديت علو قلت له مسكينة اليوم راه ما عديتش لقانا باش نتريني، انا خليك دابا وطلع حتى 11 ديال الليل وتلقاني فوق الرينج. خليته ومشيت ديريكت لواحد الكافي كانت قبالت لابوراتوار اللي يالله حيدت فيه الدم. بقيت عاصر تما وسامر حتى لوقيت الظهر. واحد اللحظة هي تبان لي الفرملية مريم خارجة لجهة الموبل، تبعتها غي بشوية بلا ما نعيق حتى طلعت في السانسور وانا ندرم ودخلت عليها فيه. بقات غي كتشوف ما عرفات لا ما تقدم ولا ما توخر. كليكيت على البوطون وماركيت اخر طبق واللي هو السطح. في الاول كانت مدهشرة ولكن دغيا تقلبوا الكريماس ديالها ولاو ديال الفرحة. قالت لي خلعتيني حساب لي غيسي شفار كان تابعني. تبسمت ليها بواحد تفرنيصة صفرة وانا نقول لها بغيت غير نتكلم معاك شوية الا جات على خاطرك بخصوص دوك التحاليل اللي كديرو لي. قالت لي مرحبا سول. قلت لي واش الغيزيلطة ديالهم كتعرفيها انتي وبا هشام ولا لا؟ قالت لي انا ما كان عرفهمش الصراحة، ما كان عرفش النتائج، ولكن طبيب هشام راه كيعرفوهم النتائج، وانا ودوك زوج ديال الفراملية اللي خدامين معايا راه مكلفين غير بتحيات ديال الدم. علاش كتسول؟ ضربت ليها مزيان وشفت فيها واحد الشوفة عميقة في عينيها وانا نقول ليها اذا ما فراسك تي والو ياك؟ قالت لي شنو غايكون فراسي؟ قلت ليها داك الطبيب ديالكم فين كيسكن ومعايش كيسالي السيرفيس ديالو؟ معايش كيخرج من لاكابين؟ والله يخليك ما تقاطعينيش بشي سؤال، انا اللي كنسول، انتي ما عليك الا تجاوبيني بصراحه ولا ما غاتلومي غير راسك. هاد الكلمه الاخرى اللي قلت ليها دغيا قلبات ليها حروف وجهها. قالت لي بواحد الكلام شابع ترعاد راه عدو واحد الفيرما خارج المدينه راه تما فين كيسكن، وراه مع السبعة العشية معاياش كيخرج من لابو. ولدي عمر ياك لاباس راه خلعتيني. رديت عليها انا ماشي ولدك، وهاد الكلام اللي دار بيناتنا يبقى هنا، ما نبغيش يسيق ليه الخبار هشام ولا ايتها قندوح كتشاركي معاه اللغة. ودابا ممكن تبطي لداركو وتمشي تغداي وتمسحي من راسك هاد الخمسة دقايق اللي تلاقينا فيها. كان السانسور وصل للسطح، ماركيت الروتور للزيرو وخليتها تم. خرجت من الموبل شديت الطاكسي ومشيت ديريكت للسبيطار عند الواليده. غادي وراسي كان عامر مطارق، ميات مطرقه في الراس والراس واحد، والبلان اللي كان كيدور لي في راسي هو كيفاش خصني نلقى الطبيب واليوم مازال قبل ما نمشي للكومبا. وصلت للسبيطار وانا مازال كنفكر كيفاش خصني ندير. دخلت وانا ما حاملش راسي فهاد الكوان حيت كنشم فيه ريحه المرحوم والبلانات الخايبين اللي وقعوا لي فهاد اليومين. ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي عند الطبيب. طرقت الباب وانا ندخل قلت له السلام دكتور، عافاك كيف بقات الوالده؟ شاف فيا هو يقول لي راه مازال كوما تال دابا ما نقدر نقول لك والو على حالتها. قلت له وعلاش ما تقدرش تقول ياك انت طبيب؟ فين هي هاد القرايه اللي كنتي كتقرا؟ ولا حادقين غير في البريستيج الخاوي؟ الطملات اللي كتملطو وجهكم والتكسيره اللي كتكسترو بديك الطابليه البيضه؟ هنا تبسم ويقول لي ريح بعدا ريح، راه باينه بلي راك معصب وراه ما عديتيش كلام نقولو لك كتر من هذا. ريحت وبقيت حاضر راسي. صراحة ما كنتش عارف كاع شنو كنخرج على فمي. حاجة اللي كانت شغلالي بالي هو أن الوالدة تخرج على خير. تز الدكتور من الكرسي ديالو وجا في الكرسي اللي انفاص مع الكرسي ديالي، الكرسي ديال الزوار.
حط يدو على ركبتي وقال لي حاس بك أولدي، غير دعي مع الوالدة ديالك تخرج على خير، وراه خصك تبدا في الدواء، خصك تبدا في الدواء باش تداوي راسك قبل ما يزيد هذا المرض الخبيث ينتشر في ذاتك. تعصبت قلت له دكتور واش ما قراوكمش في هذا الدومين اللي قريتي فيه 7 سنين فوق الباك باش تبقاو تدخلوا سوق جواكم، ما تبقاوش تدخلوا في شبوقات الناس؟ شكون قال لك انا باغي نداوى؟ هاد الساعة حاجة وحدة اللي باغي هي الوالدة تصح وتفيق من الكومة. الخير اللي تدير فيا دابا هو كاع هادشي اللي تعلمتي في هاد الدومين خرجو بينو ليا في الوالدة وفيقها من هاد النعسة، وراه اللي طلبتيه نعطيه ليك، وإلا كنتي ما قادرش غي قولها لي، أنا نتكلف ونديها لشي كلينيك وبركة ما تخرط عليا في هاد الخرطي الخاوي ديالك. ودابا زول يديك على ركبتي قبل ما نصيفطك كومة تونس الوالدة. ما زادش معايا حتى كلمة، زول يدو حيت عرفني كاعد بالصح، خليته وانا انضماري في حالي. كانت هادي 4 ديال العشية اخوتي، خديت الطاكسي ديريكت للكافي اللي كاين قبل طلابو لابوراتوار فين كاين الدكتور، بقيت سامر عليه تما كاين حتى خرج وركب وزاد في حالو. في البلاصة قبل الطاكسي وتبعته وراه حتى وقفنا مجموعين قبالة الفيرما ديالو اللي كانت خارجة على المدينة شوية. قلت لمول الطاكسي زيد شوية اخويا القدام ووقف، هبط بعيد شوية على الفيرما باش ما نعيقش وما يشوفني حد. غنزومي بيكم ديريكت لعند مراتي اللي مشات تجيب ولدي بادر من المدرسة، مشات تجيبو مع 7 د العشية. ملي جابتو رجعت ديريكت للدار، بقات كيتسايني مازال ما بنت. وصلت 8 ودقات حداها 9 و10 الليل طلات، وانا مازال ما بان لي اطار. مراتي تشوشات وبقات كطل من السرجم، لعل وعسى نكون جاي، ولكن والو. وصلت 10:15 صونا لها التليفون من عند هشام مدرب ديالي، قال لها واش عمر في الدار؟ قالت له لا مازال ما بان، واش ما كاينش تم؟ قال لي لا والو ما كاينش، والمشكل الدنيا عامرة هنايا والرينج والجمهور وكل شي كيساين فيه، وحتى الصحافة حتى هما راه مجوقين هنا كيساينو وعياو ما يسولوني وما عرفت باش نجاوبهم، وحتى الديسكونت ديالو امير قسطال راه حتى هو جا هنا شي ساعة هادي. قالت له مسكينة غير كون هاني، وتبت الصحافة بشي كذبة كذبة عليهم، قول لهم راه تعطل ولا شي لعيبه فحال ما هكا، وما راه عارفين الظروف اللي عدو. قول لهم راه غايجي، انا متاكده بلي غايجي. مع قطعات الخط لبسات حوايجها ولبسات حتى لولدي بادر درابلو، وشدو طاكسي ديريكت للقاعه فين غيكون الماتش ديال الدومي فينال هاد الليله. وقف بهم الطاكسي قبالة القاعه، وكانت الدنيا عامره قبالة الباب. بقات مراتي مسكينة تالفة وما عرفت حتى منين تدخل، تشد فيها المدرب هشام وقال ليها واش عمر ما جاش معاك؟ قالت له لا ما جاش. قال ليها واخا اجي ندخلو بعدا، ما تعرفي كون جا ودخل وما دراتوش ولا لمحاتو عيني. دخلوا وسط ذاك الهراج وكان الصداع بزاف، القاعة كانت بلان بيبليك ما لقاش فين يريح. هشام دار بلاصة لمراتي غير بزز وقال لها مهم بنتي انا لتحت مع اللجنة والحكام، وإلا جاب الله بان لك عمر ولا كانت شي حاجة صوني ليا. جاوباتو وقالت له واخا كون هاني، خلاها مشى نزل عند الحكام. شافت مراتي في الساعة لقات 11 دقات، هنا دخل امير قسطال للرينج، دخلوا بدا كيسايني. هنا مراتي كل شي اللي تما عرفوا باللي ممكن غتكون وقعت لي شي حاجه، داكشي علاش ما جيت، حيت انا معروفه عليا باللي الوقت عندي ديما محققه، كنت كنجي ديما ساعتين قبل الكومبا. فهاد اللحظه بدا الهراج والمراج، وبداو الصحافه حتى هما دايرين خدمتهم وتيوركو على اللجنه ديال التحكيم، الشي اللي خلى هاد الاخره تعطي اخر فرصه ليا واللي هي 10 دقائق الى ما بنت غادي يسيف لي لاربيت
ويعلن باللي امير قسطال هو اللي رابح. هاد العشرات دقائق اللي دازت بالزربة، وحتى الجمهور اللي كان منوض الصداع قبل، كل شي ضربها بسقلا وسقر وبدا كيترقب. وفهاد اللحظة بالضبط طلع الاربيط للرينج، مشى ديريكت وقصد امير قسطال باش يهزلو يدو ويعلن باللي راه هو اللي رابح في هاد الكومبا. الاربيط طلع وبدا البيبليك كيغوت بسميتي، البيبليك اللي ضرب عليا وانا داخل كان جري لجهة الرينج. جيت في اخر لحظة قبل ما يتسيف لا الماتش فورفي ضدي، ودابا اخوتي غنردكم اريير شوية، غنردكم اللور بواحد اربع سوايع قبل ملي وقفني الطاكسي حدا الفيرما ديال الطبيب، ومنها تعرفوا شنو كاين وشنو كان السبب ديالي على الروتار دالكومبا. وقفت قبالة الفيرما وما عرفت لا ما نقدم ولا ما نوخر. هنا كتوقف حرفتي قبالة هاد الباب، فينك يا ابليس فينك، فينك الشيطان تمري عليا شي ري باش ندخل، دابا محتاجك كثر من اياتها وقت تاز، ولا فيك غير توسويس الخاوي. عقلي ملا عليا حل واحد واللي هو نقص الصور اللي ليها ليها، واخا واحد العقل اخر كان كيقول لي راه الدنيا غتلقاها عامره لداخل بلي سيكوريتي والكاميرات ولا الكلاب ولا شي حاجه بحال هكا، حيت غير هاد الفيرما والشكل ديالها على برا كيبين بلي هاد الطبيب لاباس عليه. خونا ما عرفت منين جاب هاد الزعتر ديال الفلوس، درتها في يد الله وتلاحيت من فوق السور للفيرما لداخل. وهنا غنعرف بلي الوساوس اللي كانوا موسوسين لي عقلي ما منهم تا لعبة، عساس هو الخر ما كاين. بديت كنتعجب، ولكن قلت ممكن يكون تا الزهر لعبها معايا هاد المرة. مشيت ديريكت وقصت الفيلا اللي كانت وسط الفيرما، والزهر هاد المرة تا عتي بلي كتبغي تطلع ليك شي مرة راه كتطلع بلا ما تحتاج سلوم. لقيت الباب ديال الفيلا مفتوح والصداع نابع من داخل ديالها، بديت كنضرب على داكشي اللي منين جاي هاد الصداع والموسيقى. كانت الموسيقى ديال واحد الاوبيرا، واحد الاوبيرا ديال شوبنهاور. ضربت ديريكت على الطبيب اللي كان واقف انفاس مع واحد الفيترينا، كان عاطيني ظهره، واقف انفاس مع ديك الفيترينا اللي كانت عامره شراب. جبت منها واحد القرعه ودار باش يهز الكاس فاش غيسكب خمرها، وهنا غيلقاني قبالته. بدا كيشوف فيا مزيان، في الاول تخلع، ولكن فاش حقق فيا مزيان وعرفني بلي انا هذا تكالما ورجعوا ملامحو كيف كانوا، واخا كانت باينه فيه بلي ما حملش راسو ملي شفتو في هاد الوضعيه، هز داك الكاس وبدا كيسكب فيه الشراب. هو يقول لي شي تورنيا البطل ديالنا؟ جاوبتو قلت له انا مسكراني الدنيا بلا ما نحتاج لهاد الشيء يسكرني، غي شربو انت راه انا مازال قصار معاك شويه هاد الليله. تشوكا من الكلام اللي قلت له ومن تعابر وجهي اللي كانوا ما كيبشروا شاي بالخير. هنا عاد بغيت يطبق معايا ديك القضيه ديال علاش ما دقيتيش الباب والالعاب. قال لي شنو هاد الدخله بعدا اللي دخلتي لي في قلب داري؟ انت زعما راك رياضي والرياضه راه كتعلمكم الاخلاق قبل كل شيء، ما راكش عارف باللي الا بغيتي تدخل شي بلاصه راه خصك تطرق بابها؟ وكاين كاع واحد المثال خلاوه جدودنا الوالا هاي ليفل في هاد المساله هادي، كيقول باللي الهاجم كيموت الشرع. قلت له يا كاسيدي هنا غنقطع كلامه بواحد الكروشيه للضلعه اليسريه ديالو، طاح على ركابيه وانا نشد ليه راسو ونزلت تلعد تودنيه. قلت له اسمع سي الطبيب، راني عارف كل شيء، راني عارف باللي المرض الخبيث كاين هشلي في الحمي، وراني عارف باللي خمس شهور هادي وانتو ما مخبيين عليا انت وداك الشلاهبيد هشام. سمعني نقول لك هالكلب، ما عديش معاك بزاف ديال الوقت، راه مازال كتسايني واحد الكومبا مع الحداش، جيني ديريكت وهنيني وهني راسك. هنا طبق معايا هذيك القضيه ديال ما عد الميت ما يدير قدام غسالو، نضمن بلاصتو وريح فوق واحد الكرسي وجبد واحد السيجار وشعلو وبدا كيتكيف فيه. ضرب عليا وهو يقول لي اه
راك مريض 5 شهور هادي. قلت له وفراس هشام ياك؟ رد علي اه فراسو كلشي. هنا شداتني واحد خيبة امال مالها امتيل. خاك تاكو كنت عارف كان كدب راسي، كنت كنقول قدر يكون هشام خارج من هاد المعمعة. من بعد ما طاحوا لي شي دميعات استجمعت داك شوية د الانيرجي اللي عندي، بغيت نبان من نهار قبالته. قلت له وعلاش ما علمتونيش على الكلاب؟ علاش مخليني في دار غفلون؟ علاش مخليني كان بني في حلامي على اساس ديال الفرشي؟ وعلاش ما حسيتش انا بوالو في هاد المده كامله؟ نطر واحد الطوطاف من داك السيجار هو يقول لي راه هشام اللي قال لي ما نعلمك بتا شي حاجه. قلت له وعلاش؟ علاش ما بغانيش نعرف؟ قال لي راه بغاك باش تدي البطوله ويدي معاك العاقه ومنها يزيد بطوله اخرى في السي في ديالو كمدرب. كان عارف باللي غادي يدي احسن مدرب وانت غتختمها باحسن لاعب. لا ما مزياناش، غتختمها باحسن لاعب ومن بعد عاد تعرف مرضك وتعتازل وتسايني متى يقبروك. حاجه اخرى، كنا كنعطيوك واحد الكالمون باش المرض يتاجل شويه ما يبانش دغيا. وهاد الدواء اللي كنا كنعطيوك راه عندو واحد الضرر شويه غيكون. سكت هو نقول لي انتقى الكلب كمل. قال لي الدواء اللي كان عطيوك غادي يعجل بوفاتك، مثلا ملي تكون بقى لك شهرين تبقى لك غير شهر كاع ما يبقى فيك الحاله البطل ديالنا. ركتي تانتا بحالك بحال بزاف ديال الناس اللي كان جرب فيهم الدوايات اللي كنت كنصنع. دابا غنقول لك كلمه واحده، ايام كرامة بقى ليها والو تاليها سي عمر. طبيبها هو قبالتي وبدا كيقر لي بلا بوليس بلا جوندار، وحتى انا ما كنتش كاع هاز في يدي شي حاجه اللي غتخلعو شي مضامه مثلا ولا شي سلاح. اعترف لي الدين ديال الكلب بلي انا واحد الفار من فئران التجارب اللي كيجرب فيهم الدواء. وزاد كملها ملي استفزني وقال لي ايامك معدوده عمر، ودابا انا قدام جوج ديال المجرمين، الطبيب وهشام. هشام المدرب ديالي اللي داير فيه ثقه ما بحالها ثقه، والطبيب اللي ما بيني وبينه غير الخير والاحسان. علاش تدير فيا هادشي؟ علاش؟ قلت لي هاد الكلام وحد الراسو بدا كيضحك. الصراحه بديت هي كنشوف فيه ودماغي تبلونطا، ما عرفت لا ما نقدم ولا ما نوخر. وفي لحظه وحده الغضبه عمات لي عيني وانا نطرطق علاج الدوال ديه الكلب واحد سبيسيان. بديت ليه من راسو حتى لرجليه، خليتهم مغطهم حوط الارض حدا ديك الفيترينال اللي تقلبات على والديه الكلب. القراعيد الشراب قاع تفرشخوا ليه على راسو. عطيتو بظهري وبديت طالع مع الدروج. هو يقول لي فين غادي؟ شنو غتربح وانت حياتك ما بقى لها والو تسد بيبانها؟ عمرني ما شت يمكلخ قدك البطل عمر. واش فراسك واحد الحاجه ولا لا؟ فراسك واش ليلى مرتك حتى هي راه فراسها البلان؟ ليلى ما يمكنش. رجعت عدو بالزربه وانا نشدو وعلقتو على الحيط اللي وراه. قلت له عاود الكلمه الاخرى اللي قلتي. وهنا عاود ردد ديك الجمله، قال لي اه ليلى مرتك راه فراسها البلان كله. قلت له انت كذاب، ليلى مرتي ما عندها حتى شي سبب اللي غادي يخليها تخبي علي. قال لي اسمعني نقول لك عمر، ليلى مرتك ما بغاتكش تعرف بمرضك باش ما تنسحبش من البطوله، بغاتك تربح الفليسات باش تشري لي هاد الدار اللي كنتي مقاولها بها. يا كنتي موعدها باللي راك غادي تشري دار الا ربحتي البطوله. ايوا راه داكشي علاش بقات مخبيه عليك، حيتاش عرفاتك الا انسحبتي
ما غاديش تربح والو، هي بغاتك ما تموت حتى تخلي ليها شي حاجة. هنا عرفت باللي هذا الشي اللي كيقول هاد خونا بالصح، حيت القضية ديال الدار اللي بغيت نشري فراسي غير انا ومرتي بوحدنا، وملي وصلت الخبيرة حتى لهذا يعني راه كاملين هاد رباعة الشلابية متافقين عليا. بقيت واقف ومسمرو في الحيط، عروق وجههم طردقين وخارجين. واحد اللحظة بدا كيتخنق، بدا كيتخنق وكيغوت على حر جهده، ولكن معاه من معايا انا، انا غواتو كاع ما كنت كنسمعو. انا ما زالت تحت تأثير الصدمة اللي جاتني من اقرب الناس ليا، بقيت هكاك على ديك البوزيسيون شي خمس دقائق ما قانية، شي خمس دقائق وانا هاز يديا وشانق بها هاد الكلب على الحيط، ما حسيت حتى لقيتو طفى. غواتو تقطع وتقطع ليه الحس معاه، النفس ديالو تحبسات وملا ما ندى امانتو. طلقتو من يدي طاح على الارض وانا نخرج كنجري، حليت باب الفيلا وانا نخرج على برا. بقيت كنجري بدون وجهة حتى بعدت على الفيرما، وهنا اخوتي غادي نشير لواحد طاكسي وغايديني ديريكت للقاعة فين كاين الماتش ديالي اليوم، الماتش مع امير قسطار. والوقت دابا راكم عارفين ها اللي هي 11 ديال الليل. دخلت للقاعة وانا مازال ما مستوعب باللي راه مراتي اللي مشاركين انا وياها ولد صغير، مراتي ليلى فراسها هادشي. مازال ما مستوعبش باللي مراتي كتقلب غير امتى تفك مني، وراها صابره معايا غير على ود الفلوس. هشام اللي كان واقف حدا الاربيض ديال الماتش، هشام الشيطان الكبير اللي خطط لكلشي، شافني ومن الكريماس ديال وجهه بان باللي فرح فرحة كبيرة. اما الجمهور راكم عارفين، كيف قلت لكم من قبل بدا كيهتف بسميتي، ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي فوق الرينج. هنا تقدم عدي هشام وبدا كيضحك وقال لي لبس دغيا، لبس اللي قاد ديالكم، راك خلعتينا عليك اولدي وما موالفاش ليك. هنا فتحت لي درعاني هو يجي عدي هو يعنقني، حتى انا عنقتو مزيان ضميتو حتى بدا النفس كيتقطع فيه. بلي حسيتو بلي بدا كيتفرك ليا في صدري طلقت منو، مشيت ديريكت عند امير قسطال ديسكونت تاعي، مشيت ليه ديريكت ليدو اليمنية شديتها له وانا نرفعها. قلت له مبروكا خويا امير، هاد الماتش هذا راك ربحتيه بلا ما تسيل منك حتى قطرة تاع العرق. امير، الجمهور، الاربيط، هشام، كل من هو في القاعة ما فهم حتى لعبة. واحد اللحظة قال لي امير خويا عمر انا بغيت نلعب معاك، ما بغيتش نربح غير هكا. قلت لي اسمع سي امير، انا صافي ساليت، وهذا الماتش اللي بغيتي تلعب معايا غير نساه، مبروك عليك مرة اخرى. حطيت له يدو وانا نزيد خلفه من الرينج. انا بديت كنسمع تصفار ديال الجمهور، الجمهور بغى يتفرج ولكن ما عرفوش شنو بيا، ما عرفوش باللي راني وليت ضحكه وفراجه وسط عدياني. بديت غادي في الكولوار اللي كيخرج من القاعه وانا نحس بهشام تابعني، هو يحط يدو على كتفي في البلاصه درتو حيدتها له. قال لي اشنو هادشي اللي درتي اليوم، واش عارف راسك شنو درتي ولا لا؟ جيتي حتى للدومي فينال وخسرتي لنا كلشي. قلت له ياك خسرت ليكم كلشي. قال لي وزعما راه خسرتي كلشي، راه كاملنا بغينا نفرحو بيك. قلت له اسمع هشام، غتزم فمك ولا غنردمو ليك، تا اخر واحد تقدر تهضر معايا، ما قداتكش هاد العامين هادي اللي تشرطي فيها على ظهري. قال لي اش من شهرة علاش كتهضر؟ وفي هاد اللحظة بالضبط وقفات علينا مراتي ليلى، اولا نقول الفعا ليلى، وقفات علينا هي ولدي بادر. ضربت ليها ديريكت على عينيها
كنشوف فيهم الغدر اللي غدراتني. تحدرت على ولدي بادر عن نقتو وانا نزيد في حالي، خليتهم بجوج تما كيف الكلاب، بقى فيا غير ولدي بادر اللي كاين معاهم. ولكن ما عدي ما ندير دابا، دابا خصني نوجد البروغرام ديال هاد الزوج الكلاب اللي خليت ورايا. داكشي علاش ما عدي ما ندير لولدي بادر. بقيت غادي في الطريق وبالي شارد، شنو غندير ليهم؟ بمن غنبدا وشكون نوخر؟ وحتى الوقت ما بقاتش عدي. الطبيب اللي مات قدر يفرش لي كلشي، البوليس غادي يكتشفوا الجدة ديال الطبيب وغيبداو التحقيق، وماشي بعيد يوصلوا لمول الطاكسي اللي وصلني للفيلا ديالو. ضربت الحساب في عقلي وبان لي بلي بقى لي واحد يومين ولا ثلاث ايام ماكسيمو قبل ما يتفرش كلشي. وهنا قررت بلي غنبدا بهشام وغنتبع ليه دوك صحاب الرونج، خصني نعرفهم شكون هما. هما اللي غادي يكونوا التاليين. هزيت تليفوني وانا نصوني لهشام، مع جاوبني قلت له اسمح لي على قبيله، ترى كنت ما هواش داكشي علاش قصحت معاك شويه الهضره، ممكن نتلاقاو في الغابه اللي خارجه على المدينه. قال لي مسامح كريم، انا راه مقدر الظروف اللي كدوز منها ولدي. واش انت دابا في ديك الغابه ولا شنو؟ شنو كدير تما؟ قلت له غير اجي با هشام وغادي تعرف. استد واحد دروغري وانا ناخذ دو واحد سكوتش كبير وقنبه، وانا نضيماري ديريكت للغابه باش نساين با هشام. دازت فيه 20 دقيقه هكاك هو يوقف عليا بالموتور، حط الموتور في الجنب ديال الطريق وانا نقول له لا غير حيدو من تما، دخلوا لهنايا لجهه الشجر راه غادي يرزيك فيه شي حد. هنا قال لي اشنو بغيتيني بعدا؟ علاش جايبني لهاد الخلا؟ قلت له واه غايزيد وغاتعرف الغراض اللي بغيتك عليه، راه هو كاين لداخل. تا هو كان بودينا وسمعني وتبعني، زدنا انا وياه لداخل ديال الغابه حتى بانت لي واحد الفجوه ما فيها شجر. هنا قلت له بركه با هشام غير هنا، ضربت على لي منو الشمال وبانت لي الدنيا خاويه. كنا متوسطين الغابة في واحد الساحة فيها دايرين عليها تسجر بحال شي رينج ديال البوكس. تحضرت على الساك فاش كاينه القنبة وسكوتش وانا نهز منو الليقات، الليقات باش كان بوكسي، لبستهم في يديا وانا ندور عدو. قلت له تقدر با هشام تلعب معايا شي روند ولا زوج باش نرتاح ونرد المزاج؟ شاف فيا واحد شوفة غريبة وبدا كيضحك، هو يقول لي فهمتك اولدي فهمتك، بقى فيك الحال على الماتش اللي زقلتي غير دابا ياك، ماشي مشكل، ولكن راني ما زايبش الليقات. قلت له الله يحفظك ابا هشام، ماشي مشكل الا ما جبتيش الليقات غير خدم بيديك. رد علي وقال لي واخا ما قلتي عيب، ولا دخلت لك شي بونيا راه ذنوبك على راسك، انت اللي قلتي لي غير لعب بلا ليقات. بدات الروند الاولى اخوتي، الروند الاولى بين عمر والمدرب ديالو. في الاول بدا كيلعب عليا كيف بغى، حيت واخا كبر في العمر باقا الخفه ومازال عدو ما يتقال، باقا لا تكنيك. بقيت مطلع على كارد ديالي وكان سايني متى تجي الفرصه فين تبان لي الفجوه وندخل له شي ديريكتا اللي نحطو بها بالكاو. ما دازتش بزاف ديال الوقت حتى تعكلات له رجلو في واحد الحجرة كانت لاصقة في الارض، وملي شاف راسو غيطيح نزل لاكارد وحيد يديه على وجهه باش يكالي بها الطيحة اللي كان غيطيح في الارض. وهنا كانت هادي هي لوكازيون ديالي، ضربتو بواحد الكروشية بكل ما اتاني الله من قوة، ضربتو لجهة المشوار حطاتو بونتو ميسال الارض. ما بقاش عاقل على راسو، بنجتو في دقة واحدة. ولكن ما تنساوش اخوتي باللي راه هذا لونترينور هشام، واخا بنجتو دازت شي سبعة ديال التواني بالحساب هو يرجع للوعي ديالو. الصراحة صدمني بهذا الرجوع اللي رجع، الشوك اللي شوكاني برجوعه خلاني نتكب عليه وهو ناعس. طحت عليه وبديت كان كروشي فيه، بدينا كان تمرغو انا وياه تما في الارض. واحد اللحظة ناضو هرب لي جيت واحد الشجرة، تا
تبعتو وانا نشدو وكاليتو معاها وبديت كندخل ليه. لاغارد كان هازها على وجهه، الشي اللي ما خلانيش نوصل له مره اخرى، وهنا دزت ليه لجهه الضلع. وبحكم ان السن ديالو كبر شويه، فالدقه الا جاتو لجهه الضلع كضرو. هنا بدا كينزل لاغارد، كنضربو جهه الضلع كينزلها. واحد اللحظه هو يهز يديه زعما راه استسلم، ولكن مع من؟ معايا انا، مع عمر اللي خدعتيه، عمر اللي طعنتيه من وراه، عمر اللي خشيتي فيه جنوية حافية. انا يلاه بدا عدي الماتشا سي هشام، زولت اللي قات على يدي وبديت عليه بالطرابيل الراس الوجه، بديت كنخلط فيه كامل. فيما جات الدقة ما كنردهاش، بدا الدم كيطوش له من وجهه. هشام استشعر باللي شي حاجة ما هياش، وبدا كيغوت ويقول لي رجوع لها ولدي عمر، اش كدير؟ راني رفعت يدي واستسلمت، واش نسيتي قواعد اللعبة ولا مالك؟ شنو جرالك؟ الهضرة اللي كان كيقول لي ما كتدخلش لي تامل لودن لي منية، ما حساك عاد تدخل وتخرج من الشمال. ما تسوقتش لكلامه وبديت كنعطيه حتى غيب، وهاد المرة غيبت بالصح. ما بقى عدو جهد لي ينوض بيه، طاح الارض سخفان وبدون حركة. مشيت ديريكت للصاك، هزيت القنب وسكوتش، وانا نربط جد والدي الكلب في ديك الشجرة، وغلفت فمو بسكوتش. ريحت قبالته وبديت كان ساينو يمتى يفيق وتضربو الصحوة. هذا اللي قبالتي يا اخوتي، راه كان هو الاب الروحي ديالي. هذا اللي قبالتي، راه هو اللي اعطاني بزاف ديال الحوايج ديال الكومبا، ما بخلش عليا بهم في الصراحة. بديت كنشوف فيه فسط دماياتو اللي غارق فيها. الصراحة بدات هنا كتحرك فيا شوية المحنة، بدا كيبقى فيا حيت كان في مقام الوالد، ولاني في البلاصة بديت كنتفكر الافعال ديالو الشيطانية اللي بسببها تجرد من المرتبة اللي كان فيها في صدري. دازت شي 10 دقائق مقانية، وبدا كيسحى شوي بشوي، فكيترعد وكيشوف الحبل اللي ملويلو على ذاته. اما الكلام ما كانش قادر يتكلم، بداو كينزلوا له الدميعات وكيشوف فيا ديك الشوفه ديال شنو درت لك يا ولدي، علاش كدير فيا هكا؟ نطمن بلاصتي وانا نمشي له مستلو في ودنه. قلت له راني عارف كل شيء، عارف باللي درتي يديك في يد الطبيب ودرتوني فأر تجارب وسطكم وكتجربوا فيا الدواء، عارف باللي راني مريض بالكونسير هادي 5 شهور وانتوما كتزوروا في النتيجه ديال التحاليل، عارف باللي كتعطيوني الدواء باش ما نحسش بالمرض تاعي، وعارف باللي الدواء اللي كتعطيوني كيكالميك ولكن كيعجل لك بوفاتك، ولكن اللي ما بغاتش تدخل لي راسي هي مرتي ليلى. مرتي ليلى اللي دخلت معاكم لهاد اللعبه الشنيعه، وكتساين تا هي بدورها امتى نحرز اللقب وترفح انت وياها. وهاد النويطة بالضبط هي اللي زادت هيجات قلبي من الداخل. باش تكون فراسك واحد الحاجة با هشام، الطبيب دابا راه غادي يكونوا كيصليو على صلاة الجنازة، واخا كاع ما يستاهل هاد الدين د القرد. وما تخاف والو، راه حتى انت غادي تلحق عليه دروكا، راه عشيرك هذاك وما جاتش تخليه بوحدو، خصك تكون له ونيس في المقابر، وراه كلنا غنتلاقاو تما ونتحاسبو. ساليت الكلمات اللي بغيت نقول له، بعدت له على ودنه وبديت كنضرب له على عينيه اللي كان كينزل منهم الدموع كيف المطر. خديت واحد المقص ديال الضفار، جبت من وسطو ذاك المميز الصغير اللي كيبردو به الضفران، وعنقته وبدا قلبو كيضرب 10000. هزيت اليد اللي كان فيها ذاك المقص وانا نرشقو له جهه القلب، عاودت ليه بالثانيه وزدو حتى الثالثة. رجعت اللور وبعدت منه وانا نرمي داك مقص ديال الضفران في الارض. بقيت واقف مسمر وكنشوف له في وجهه حتى وده، ما حسيتش براسي حتى تحت الارض وبديت كنبكي، كنبكي لربي اللي خلقني. من بعد ما تنخصصت وشبعت بكا، مسحت دموعي وانا نوض من بلاصتي، كنتمشى وسط الشجر حتى خرجت للشانطي.
وهنا بديت شاد الطريق للدار غادي وهايم في بحر الحيرة. راسي مازال ما بغاد تخلو باللي راني قتلت باهيشام. بقيت عايم في بحر الشرطة حتى صونالي التليفون. هزيت نشوف لقيت واحد النمرة ما كان عرفهاش. جاوبته ويلا غيني واحد الراجل. قال لي واش عمر هذا؟ قلت له هو هذا. قال لي انا داك السيد اللي خديت النمرة من عندك فاش درتي كسيدة انت وخوك. رديت عليه قلت له ومن بعد. قال لي بغيت غير نقول لك باللي راه ديك الليله فاش ضرباتكم ديك الرونج راني سجلت نوامرها، سجلت لها الماتريكول، وراه من بعد ما هزاتكم لومبيلونس وداتكم للسبيطار وانا في طريقي للدار دخلت باش ندير المازوت في واحد ستاسيون، وتما بانت لي ديك الرونج واقفه وعلى بيبانها زوج دراري وبزوجهم كيبانوا باقيين صغار تكون في عمرهم ديك 18 سنه. راني صورتهم ورا ساكنين قراب ليا في واحد السيكتور سميتو الحاجب قريب من حي النهضه الا عرفتيه. راك تبغيت نديكلاري بيهم ولكن قلت خلي حتى تصح وتولي بخير وانت تعرف شنو دير. قلت له سير اخويا الله يرحم ليك الوالدين الله يجازيك بالخير الله يخليك. لا ما صيفط ليا دابا تصاورهم وبلا ما تديكلاري المسامح كريم موقع والو اصلا. رد عليه مسكين وقال لي سبحان الله العظيم باينة فيك ولد الناس ونعم الاصل الله يرحم من رباك. انا دابا غنصيفط لك تصاورهم في الواتساب. نهيت المحادثة بالله يعطيك الخير وانا نقطع. في هذه اللحظة بالضبط نسيت باع ومار والطبيب والعالم كامل. قلت مع راسي هذا بلان جابوا لي الله نتلاها فيه. في البلاصة فتحت كونيكسيون ودخلت للواتساب وصلوني التصاور وبديت كنشوف فيهم. بانوا لي نيت غي واحد الزوج ديال البعالك قصد ديريكت داك السيكتور فين ساكنين اللي كانت سميتو الحاجب. مشيت عند واحد مول الساكة عاودت له البلان ديال لاكسيدون ووريتو التصاور هو يشوفهم وعرفهم. قال لي عاد زوج براس راه حاسين براسهم وباسلين راه ديما منوضينها هنا في هاد السيكتور. هذا اللي داير الديكرادي سميتو سامي، اما هاد القرع اللي حداه سميتو خالد. هنا رديت عليه قلت له الله يجازيك بخير لا ما فين نقدر نلقاه. نعت لي بصبعه وقال لي شتي ديك الدار العاليه راه انفاس معاه واحد البيار راه تما اللي كيعمرو بزاف داك البيار ديالهم وراه حتى ديك الدار ديالهم. قلت له الله يرحم ليك الوالدين وانا نزيد خلفه غادي قاصد داك البيار وراسي مازال ما فيه حتى شي بلان باش غيلقى بيه دوك الخوت. بقيت واقف قبال داك البيار سامر حتى بانوا لي خارجين بزوجهم ومعانقين. بقيت تابعهم حتى دخلوا لواحد الدار كانت بعيدة على داك السيكتور. ديك الدار كانت مستية وكانت غي وحدها خارجة من الديور. بان لي واحد البرهوش دايز من تما. قلت له اجي يا ولدي نسولك اجي. قال لي نعم العموم شنو حب الخاطر. قلت له الله يرضي عليك ولدي هاد الدار ديال من؟ رد علي وقال لي هاد الدار راه ديال الحاج جيقيش راه معروف هنايا في السيكتور وراه هاد الدار خلاها غير ولادو كيزهاو فيها سامي وخالد وراه بالعاني بناها هنا باش ما يصدعو حد. كانوا ديما كيجيبوا ليه التبريا بالقصاير اللي كيقصرو تما في السيكتور. بنا ليهم هاد الدار باش يزهاو على خاطرهم وما توصلوا تبريا. تبسمت وانا نقول له واخا ولدي سير الله يرضي عليك سير. الحاج إقيش دار فيا خير كبير من اللي عزلهم ليا في هاد الكوان. هادو ضمنت ليهم مكانهم عرفتهم فين كيعمرو ودابا تنرجع لكم ونجيب معايا شي بلان اللي يليق بكم الكلاب. مشيت ديريكت قصدت الدار ديال مريم فرملية اللي خدامة في لابوراتوار. قصدت بابها وانا ندق حلات لي وكانت تفوه بالناس. شافتني هي تصدم. قلت لها عافاك واش يمكن لي ندخل واحد لخمس دقائق؟ في الاول ترددات باش تجاوبني حيت اي واحد بلاصتها غادي يتخلع، ولكن من بعد قالت لي ليها ليها وراكم بغى يدير شي حاجة قاع ما ياخد الاذن مني. قالت لي ادخل مرحبا بيك
مع الدخلة قلت ليها بغيت نحيد الدم ودابة. استغربات الأمر وهي تقول لي علاش، قلت لها تسمعيني نقول لك بلا ما تسولي ولا تزيدي الكلام، ولدك الصغير كيشوف فينا ما بغيتش ندير شي حاجة اللي تخليه يتخلع أكثر من هاد الخلعة اللي مخلوع دابة. الله يجازيك بالخير لا ما ديري هاد الشي اللي كان نقول لك. تهيا متاتلت الأمر مشات لبيتها وجابت معها واحد لافاليز صغيرة فتحاتها وهي تجبد الماتاريال باش تحيد لي الدم. زرعت لي البرا في العرق وبدا الدم كيطوش حتى كيعمر ديك البيكورة. حيداتها وانا نقول لها ديري وحدة اخرى، ما زادتش معايا الكلام ودارت ذاك الشي اللي قلت. سالات وشدات دوك زوج براوات دارتهم في واحد الميكا وهي تقول لي هاك راه نص ساعة ما قانية بالحساب غيخسر هاد الدم الا ما مشاش للكونجيلاتور. شديت عدا ديك الصاشية وانا نوض جهة الباب وقبل ما نفتح باش نمشي في حالي قلت لها راه اصلا هاد الدم خاسر وديك نص ساعة راه كافية يعني. شكرا لك اختي مريم تهلاي في ذاك الدري راه قد ولدي بادر. نزلت في حالي من ديك لابارتومون وزدت ديريكت لذاك البرتوش فين كاينين دوك السلاقد. وصلت تما وحطيت ودني كانت تحسس على الباب وبات لي باللي القضية نايضة عندهم بالصح باينة فيهم سكرانين. دقيت الباب وعاود دقيت واحد شوية وهي تحل ليا واحد الدرية ضربات عليا هي تقول لي شنو بغيتي. قلت لها البوليس البوليس عندك 10 ديال التواني دي ماري دابا في حالك لداركم بلا ما تديري الحس. 10 التواني راه بدات الى وصلت الثانية 11 غنديك التقلاصاي في البنيقة وراه تما تكملي القصارة ديالك. مازال ما ساليتش كلامي خرجات كاتجري دخلت وانا نطرق الباب من ورايا. تميت غادي في واحد الكولوار حتى خرجت في واحد البيت كبيرة ضربت على واحد الطبلة تما بان ليا فيها بزاف ديال القراعي ديال الشراب اللي ما عرفتش شمن ماركة بالضبط. الطبيلة اللي دايرين عليها القرع وخوه القرع هز عينيه المتمنين شاف فيا ويقول لي شكون انت واش باغي تقصر معانا واش جبتي معاك شي درية الا جبتيها مرحبا ما جبتيهاش سير خرج في حالك. قلت ليه وي يا با خالد راه جايه في الطريق راه درت معاه هنايا. ويلي يا صاحبي واش كاينه شي قصاره كتحلى بلا دريات؟ واحد ربع ساعه ما قانيات بان لي كتدق في الباب. الصراحه عدي الصار حيت كانوا سكرانين ومتمنين مازال القرع كان شاد في راسه شويه اما خوه سامي كان متمن ما كاينش في هذا العالم. ريحت معاهم وانا نجبد من الساك ديالي داك سكوتش اللي بقى لي من القتيلة ديال با هشام. ضربت على واحد الزوج الكراسة كانوا تم وانا نقول لهم سمعوني نقول لكم غنلعبوا واحد اللعبة واللي ربح فيها غتكون الدرية اللي جاية دابا من نصيبه. واخيرا نطق سامي وخا كان سكران بيلانتي قال لي وهاد الدرية اللي جاية واش تستاهل بعدا نلعبوا عليها هاد اللعبة ولا غير شي كفرة في الغيس. ضربت عليه وقلت له انطقتي كون هاني يا سي سامي راه الا شتيها غتلف في البلاصه. قالوا لي بزوجهم مشات لاعبين معاك. قلت لهم اللعبه كالتالي غتنوضوا بزوجكم دابا غتريحوا فوق دوك الكراسة وغادي تضطوا يديكم اللور ورجليكم تجمعوهم قبالتكم. ومازال حتى ما ساليت كلامي ناضو مشاو الطبلاصة وفوق الكراسة بلي بوزيسيون اللي قلت ليهم. زيد داك سكوتش قلت ليهم غان سكوتشي ليكم يديكم واللي قدر يفكو تاقو قبل الاخر بصحتو بالكادو. قالوا لي عليك مولانا سير على الله بدا خدمتك. بديت هو الاول بالقرع كتفتو مزيان حيت كان هو كيبان باللي مازال ساحي واحد الشوية. ساليت منه وانا ندوز لسامي درت له التاوا نفس البلان. بداو كيشوفوا فيا ويقولوا لي واش نبداو. قلت لهم مازال مالكم زربانين مازال ما ساليتش القوانين ديال اللعبة راه غنسد لكم حتى فامكم
باش نزيد نصعب عليكم القضية وتكون لعبة زوينة وشيقة. قالوا لي يا الله سربي دير شغلك اش كتساين. بديت كان سكوتشي ليهم فامهم. من بعد ما ساليت مشيت ديريكت للصاك، خديت دوك الزوج ديال البيكورات اللي كان فيهم الدم ديالي، جبت الاولى من الصاشية ومشيت ديريكت عند القرع، عريت له على يدو هو يبان لي واحد العرق وانا نرشقلو داك البيكور تم. درت كيما دارت لي الفرملية، غير هي العملية كانت بالمقلوب، الفرملية كانت كاتمص اما انا كنت كندفع. الدم ديالي بديت كنخلطو ليه بدمه. القرع بدا غير كيشوف فيا وكيتالم في صمت، حيت الفم باش غادي يلاغيني ولا يغوت بيه راه مسدود بسكوتش. خويت فيه ديك البيكورا كلها وانا ندوز لخوه، تا هو طبقت معاه نفس لوبيراسيون. ما نكذبش عليكم اخوتي، من بعد هاد الشي اللي درت حسيت بواحد الراحة مالها متيل، حسيت باللي راني انتقمت لخويا كمال. ريحت معاهم تما حتى قرب يفجر الحال، بانوا لي باللي داهم الناس متعدهم، وانا نكب عليهم واحد السطل ديال الماء جبتو من الطواليط، ناضو مخلوعين ومدهشرين. حيت ليهم داك سكوتش اللي كان على فمهم وبداو غير كيشوفوا فيا ما فاهمين والو. هنا غايلا غيني القرع، قال لي شنو كدير انت هنا على ما متيش؟ قضية ما هياش خونا، ما دارش معايا اكسيدون غير هكاك، كنت شاك باللي شي حد مصيفتهم ليا ولا شي حاجة فحال ما هكا. قلت له صافي صحيتي فقتي من السكرة، واش نسيتي ولا شنو؟ راني قصرت معاكم صاحبي الليل كامل. قال لي خو سامي واش حساب ليك غتخرج من هنا حي؟ وقيلا ما راكش عارف شكون حنا، حنا راه ولاد الحاج إيقيش، راه ما كاينش اللي كيكلمها قدامنا، ما كاينش اللي كيزعم يشوف فينا حتى الشوفه، تا جاي بقدامك زعما داخل عندنا حتى دربنا والوسط دارنا. قلت له ياك المرضي يلا وريني لجد باباك الكلب شنو قادر دير. بداو كيترعدوا بجوجهم تما وكيحاولوا يحيدوا سكوتش اللي كان داير خدمته بالبيان، سكوتش اللي مسكوتشي ليهم يديهم ورجليهم مع الكرسي. بداو كيتركلو ويتفركلو حتى عياو وتبتو للارض. قال لي القرع شنو بغيتي؟ رديت علو قلت له ما بغيت والو، غادي غير نسولك وإلا كذبتي غادي نعذبك، جيوني من الاخر وغادي نطلق سراحكم. حضروا روسهم وقالوا لي شنو بغيتي تعرف؟ هنا غادي نلوح ليهم السؤال، شكون حرشكم باش تقتلوني؟ نطق سامي وقال لي راه ما درناهاش بالعاني، راه غير كنا مفوتين شويه في الشراب وما حسيناش حتى ضربناك. مشيت ديريكت جبت واحد الميكسوره من كوزينه، واحد مولينيكس برونشيطها في الضو وانا نجيبها لوحده ودني. قلت ليه يا غاد قول لي كاين يا غادي ندير لك بودنيك واحد العصير وغنشربو ليك بز منك. هنا عرفني باللي راني ما كنضحكش، عرفني باللي راني داوي بالصح ونديرها. قال لي عرفتي الطبيب اللي كتمشي عندو تا والمدرب ديالك؟ طبيب ديال المختبر، راه هو اللي صيفطنا باش نصفيوها ليك في ديك الليله. قلت له وعلاش علاش صيفطكم؟ هنا جاوبني القرع، قال لي راه بغى يحيدك من الطريق باش ولدو يختارو السعودي اللي جا تفرج فيك في ديك الليله. قلت له على شكون هاد ولدو هذا؟ سكت شويه هو ينطق وقال لي راه ولدو هو الديسكونت ديالك في الدومي فينال امير قسطان. هنا اخوتي ضربني الطوتان، كاين غير وحده مور وحده، صدمه مور صدمه. طلقت ديك الميكسوره من على يدي وهبطت على ركابيه للارض وبقيت مصدوم. الابطال اللي هبط للارض على ركابيه ماشي لخاطري، راح حسيت برجليا فشلوا عليا. بقيت شي ربع ساعه وانا ساكت،
واحد اللحظة من بعد ما رجع لي عقلي سولته وقلت له أمير قسطال فراسو هاد الشي؟ رد عليا القرع وقال لي لا أمير قسطال ما فراسو والو، هذاك السيد الله يعمر له الدار كيبغي يربح بعرق كتافو، راه ديما مدابز مع با على هاد النويطات هادو، ديما كيبغي يشري ليه با الميتشانو تيقول له لا. رديت عليه وقلت له وانت باش عرفتي هاد الشي؟ قال لي راه حنا خدامين معاه في الفيرما وراه الطبيب راه صاحب الوالد. هزيت ساكي وانا نوض وانا نقول ليهم غير باش تكون واحد الحاجة في راسكم بعدا قبل ما ننسى، الطبيب راه مشى عند الله وتا نتوما راكم غاتبعوه، تا نتوما غاتبعوه وغاتمشيو فين غنمشيو كاملين. خليتهم كيغوتو وانا نخرج فحالي، شديت الطريق ديريكت للدار وانا غادي وكنقول العدالة غادي وكنحقق فيها راسي، وكل واحد من هاد المجرمين راه خدا الجزاء ديالو. بديت بالطبيب اللي شنقتو بيديا بزوج، اما با هشام سلختو عاد طعنتو تلت طعنات في قلبو، كويتو في قلبو كيما كوالي قلبي. اما صحاب الرونج هاد خوتنا هادو اللي يلاه كتعدوهم خالد وسامي، فرا خضاو الجزاء ديالهم غير بالفن، لوت لهم دمهم بدمي الموسخ حيت يستاهلوه، وخا هكاك راه دارو فيه خير كبير حيت بسبابهم ما بقيتش في دار غفلون، بسبابهم عرفت راني فيا الكونسير، بسبابهم عرفت بالعديان اللي كانوا دايرين بي. وصلت قدام باب داري وانا ندخل ما لقيت حتى حد فيها، مشيت ديريكت للدوش وانا نخوي عليا ما بارد، نشفت وانا نمشي لفراشي وانا نطيح طيحه وحده كيف البطانه، نعست والليليها ليها حيت عرفت هادي غتكون اخر نعسه ليا في داري. تلاحيت فوق الناموسيه وحطيت راسي على الخديه وبديت كنرد الذكريات غالونتي اللور، كنرد الذكريات فواحد السين تا قديمه ما قديماش بزاف، راه هاد الشيء عندي سبحان الله العظيم تقلبات حياتي سفاه على على فرمش العين. بقيت كنقول مع راسي فينك اخويا كمال، فينك الوالده؟ اما الوالد خلاص توفى ملي كنت صغير، توفى ملي كانت عندي 7 سنين، توفى هادي 20 عام دابا. بقيت هايم في بحر فكاري كنفكر حتى عييت ورهقت هاد الدماغ، شي اللي خلى عيني ديها واحد الغمضة، غمضت وما عرفت شحال غمضت الصراحة، حتى فيقني الصوت ديال التنخسيس، فيقني الصوت ديال البكا، شي حد كيبكي وسط الدار. فقت لقيت مراتي ليلى هي اللي كتصدر داك الصوت، مراتي ليلى كتبكي في جهة الصالون، كانت كتبكي وكتقول شي كلام ما قدرتش نفرزو. نط ديريكت ومشيت قصدها، كانت ليلى واقفة حدا واحد السرجم وكتنخصص بالبيان، بقيت واقف كنشوف فيها وما عرفتش وقتاش دخلات وعلاياش كتبكي، بغيت نسولها ضرني راسي. في نفس الوقت قال لي الغلوغي سي محمد اش غتسول؟ تسول هاد اللفعة هادي اللي نسيتيش دارت ليك ولا لا؟ عطيتها بالظهر وقلت انا مالي خلي الدوال ديالك تنخصص التاتعية. واحد اللحظة سمعتها كتلاغيني قالت لي عمر واش انت هنا؟ اسمح لي راه فيقتك، راه ما كنتش عارفة واش انت ناس. بقيت غي ساكت، ما تحركت ولا تململت ولا نطقت حتى بكلمة. هنا عودت لاغاتني قالت لي عمر بغيت نقول لك شي حاجة ولكن ما عرفت كيفاش غنقولها لك، والله ما عرفت ولكن ضروري خصك تعرف. عمر سمعني نقول لك والله ما درتها بالعاني. هنا نطقت بلا ما نشعر، قلت لي سكتي سكتي يا المنافقة سكتي، انتي اكبر غلطة درت هي ملي دخلتك لحياتي، انتي ضرسة مسوسة وزرعتك بين دراس النقيين حتى
عاديتيهم بالسوسة ديالك، سكتي هالطماعة سكتي، ما بغيت نسمع منك تا كلمة. انتي شيطانة في صفة بنادم، شمن شيطانة؟ انتي راه الشيطان خصو يدوز عندك لانستريكسيون. سمعيني نقول لك بنت الناس، غنقول لك زوج كلمات وغنجيك من الاخر. بلاناتك انتي وهشام والطبيب راني سقت ليهم الخبار وعرفتهم كلهم، وهشام والطبيب راه صيفطهم فين غنمشيو كاملين. اما انتي الا غنخليك حيه فراه على زوج حوايج، الاولى هي على ولدي بدر حيت ما كاينش من نخليه، ما عدي ما ندير دزتي في وجهه. اما الثانيه باش يعذب جد والديك الكلب داك الضمير ديالك، مازال غيعذبك حيت الضمير مهما نعس ونام ضروري ما يسحاليك واحد النهار، وتما غتولي تقلبي كيفاش تفكيها معاه. ليلى جمعي حوايجك وخرجي عليا، راكي مطلقة وبالتالات. بقات غير مصدومة ما فهمات تا لعبة، ولا كدير راسها ما فهمات. قالت لي اش كتقول الرجوع لا عمر؟ قلت لي راه ما غنعاودش معاك الكلمة، خرجي عليا الكلبة. قالت لي واش منيتك عمر؟ قلت لها سمعي نقول لك، يا غتخرجي يا غنلوحك من داك السرجم اللي وراك. قالت لي انا راه ما فهمت حتى لعبه في هذا الشيء اللي كتقول، واش هانت عليك العشره اللي ضربتها انا وياك؟ انا راه يلاه جيت من السبيطار وبغيت نقول لك، قاطعتها ونقول لها واش غادي تخرجي ولا لا؟ راه ما بغيتش نسمع، راه ما بغيتش باقي نسمع صوتك، واش ما كتفهميش؟ خرجي عليا الله يرحم الوالدين قبل ما ندير فيك ولا ندير في راسي شي حاجه. هنا عطيتها بالظهر تاني وهي تقول لي واخا ما يكون غير خاطر، طلع لي في ولدي باطر. هاد اللحظه سمعت واحد الغوته، واحد الغوته كانت دارتها ليلى غاديه وكتبعد ديك الغوته. ملي درت نشوف لقيت ليلى ما كايناش، لقيت غير الزيف ديالها اللي بقى معلق في السرجم. بقيت كنشوفه مصدوم ما فهمت حتى لعبه، بقيت غادي لجيت داك السرجم بالغالونطي بالعرض البطيء غادي، وكنقول يا ربي ما يكونش هذا الشيء اللي في بالي هو اللي كاين. وصلت للسرجم طليت، وانا نتلاقى واحد الجوقة صغيرة لتحت، جوقة مجوقة ومسطها واحد المرأة مغطى لابسة جلابة خضراء وراسها كان عريان. الخوت ليلى، ليلى نقزات من الكاتريان لاحت راسها من السرجم. درت كنشوف ولدي بدر اللي كيبكي لربي اللي خلقه، تلاحيت على ركابية بديت كنشوف ولدي بدر اللي كيقول ماما. تصوروا اخوتي حتى شي دمعة ما خرجت لي من عيني، بقيت غير مبلوكي ومبلونتي وكنشوف. واحد اللحظة هزيت التليفون وصونيت للبوليس، مع جاوبني واحد خونا قلت له اسمع الشريف بغيت نديكلاري بواحد السيد قتل مرتو، وراه غير دابا هادشي، وهاد السيد هذا راه هو نفسه داك المجرم اللي قتل الطبيب وقتل المدرب ديالو هشام، وراه تسبب حتى في حاله موت بطيء لزوج اشخاص اخرين. نطق خونا اللي جاوبني وقال لي شكون هذا وفين كاين وشكون انت بعدا؟ قلت ليه انا هو هذا اللي دار هذا الشيء كامل، انا هو الملاكم عمر، وراكم عارفين داري، سربي عافاك حيت ما حاملش نجلس في هذا المكان. قطعت علو وانا نمشي عند ولدي بدر وعنكتو وبديت كنراري بيه حتى داه الناس ناس لي بين في خاضي. بديت كنشوف فيه وكنقول له اسمح لي يا ولدي، اسمح لي بزاف،
خليتك يتيم. البو غيمشي للحبس والمراه مشات عند الله. حاجة وحدة اللي غنطلب منك يا ولدي، ايام اللي تكبر ما تحقد شاي على باك. بقيت معنقو وكنشوف في الصالون وفي قاع رجاء الدار اللي كانت عامرة وسخونة بالهراج والمراج، هراج ديال خويا كمال الوالدة اللي كتكون كطيب لينا شي حاجة من يديها، مراتي اللي كتكون تاهي كتدير شي حاجة اخرى. بقيت كانت امال في هاد الديكور. واحد اللحظة وانا نسمع الدقان في الباب بين البوليس هادو، حطيت بادر فوق الزربية ومشيت فتحت ليهم الباب. كانوا ثلاثة ديال الرجال مع شافوني، هز واحد فيهم المينوط هو يمينطني، نزلوني من الدروج. وفي الخرجة ديال الباب ديال العمارة تلاقيت الإسعاف واقفة وواحد البياس حداها عليه ليلى مغطية بيزار بيض. طلعوني للفارغونيت والناس مجموعين كل واحد كيلغي بلغاه، انت كتقول وانتي كتقولي، كل واحد فيكم كيفتي في يا ريو، ولعيني الري العظيم والري الكبير هو اللي كيفتي فيه الله. ديمارات بيا الفارغونيت حتى الواحد الكوميسارية كانت تقريبا لينا السيكتور فين ساكن. دخلوني لواحد البيرو كانت مكتوبة على بابو الضابط سمير الغراب. دخلوني وريحت قدام هاد الغراب هذا، هنا قال لي البطل ديالنا مرحبا بك، شوف تكلم وقول لي داكشي اللي كاين باش تخفف عليك الحكم. قلت له واخا سي الغراب، غادي نتكلم وما سوقيش في داك الحكم كاع على اخفاف الجد والديه الكلب. انا سيدي قتلت الطبيب شنقتو بيديا وقتلت المدرب ديالي هشام، طعنتو بموس ديال الطفران تلت ضربات في قلبه. اما واحد الزوج خوت راه دكيت ليهم بيكوراد من دمي اللي مريض بالكونسير. وهاد الفيلم هذا كامل طلعت له الكتبة باللي لحت مرتي ليلى من السرجم، هذا ما كان سي الغراب دير خدمتك. زمم كلامي في المحضر وصيفتني فين كمل حياتي، كمل هاد الشي اللي بقالي قبل ما امشي اللي دخلوني لواحد الشومبرا في الحبس فيها زوج مترو على ثلاثة. ما عرفتش علاش داروني في هاد الانفرادي بوحدي، تكيت وبديت غير كنشوف في السقف. بقيت تماشي 14 يوم بالحساب كنشوف غير في السقف، كانت عادي يا حالتي في كل ليلة من الليالي. والنهار ديال 15 يوم كانت تعدي المحاكمة داوني، وكان هاد النهار هو اللي غيفتي فيه القاضي الحكم عليا، حكم اللي ما كانش كيهمني الصراحة. القاضي انطق بحكمه عليا واللي كان هو المؤبد. الصراحة طلع لي الدم بزاف من الحكم اللي حكم عليا القاضي، حيت كنت باغي يحكموا عليا بالإعدام، بغيتهم يعجلوا بوفاتي، ما بغيتش نجلس حتى نموت بالكونسير. القاضي خاطبني بآخر خطاب قال لي واش عندك ما تضيف؟ قلت له سعادة القاضي بغيت غير نعرف ميمتي شنو جرى ليها، راه خليتها كوما في السبيطار، وبغيت نعرف ولدي بادر شنو غايجرى ليه، راه خليته في الدار ملي جاو داوني البوليس. نطق وقال رفعت الجلسة. ردوني لبلاصتي فين نكمل حياتي وعقلي كل ليلة غير مع الوالدة وبادر. كنت كنتمنى غير شي محسن يوصل لي خبارهم. كتجي وقت الزيارة يومين في السيمانة، وكان بقى ديما نوهم راسي باللي دابا يفتحوا عليا باب السيلون ويقولوا لي نضرة عندك الزيارة، نضرة الوالدة ديالك جات هي وولدك. كدوز السيمانة كنعاود نبني بلان السيمانة الجاية، وهكا كانت حياتي. بقيت على هاد الحال حتى دازت 5 سيمانات. وفي النهار الاول من هاد السيمانة جاتي واحد الغارديان وقال لي عمر راه عندك الزيارة، كذبش عليكم هالخوت نط من بلاصتي وانا كنطير بالفرحة.
قلت راه الوالده وبادر جاوا يزوروني. مشيت كنجري للغرفه ديال الزياره، كانوا بزاف ديال المساجين مع الناس اللي كيزوروهم تم. بقيت كنساري عينيا باش تبان لي الوالده ومشي نعنقها. كنساري عينيا تعيت ولكن والو. هاد اللحظه وانا نسمع سميتي نطقات بها واحد السيده كانت جالسه في واحد الطبله. مشيت عندها كانت تمايلو غير بزز، حيت حالتي ولات ما هي حاله. حالتي بدات كضعف، اما العضلات اللي كنت كنتعنى بهم تفشوا وما بقاوش. الحركه عندي ولات غير بالريط، غير بزز كاع ماشي حتى بالريط. عينيا تخوخوا ودخلوا والنظر نقص فيهم، ما بقيتش كنشوف بهم مزيان. وقفت قدام ديك السيده ومن بعد ما حققت فيها مزيان، كانت هادي اخوتي هي مريم. مريم الفرمليه اللي خدامه في لابوراتوار ديال داك الطبيب. كتشوف فيا شي شوفات ديال الشفاقه. قلت ليها بلا ما تشوفي فيا هاد الشوفات، ما محتاج حتى شي حد يشفق عليا، شنو بغيتي ولا جايه؟ قالت لي ريح عافاك عمر، راه عندي بزاف ما نعاود ليك. الا كنتي قادر تستحمل راه غنقول لك شنو كاين، والا ما كنتيش قادر بلا ما ننطق ولا نتكلم نوض نمشي في حالي حتى المره اخرى. قلت لها اش من مره اخرى؟ تي الحمد لله الا ما طحت ليك في هاد البلاصه دابا نيت، اش ما كتشوفيش حالتي؟ مره اخرى راه تقدري تجي وما تلقاينيش. دوي عافاك راني كنسمعك. قالت لي واخا سمعني مزيان هادشي اللي غنقول ليك. المهم سمعوا مزيان عافاك عمر، انا راه كنت في المحكمه فاش قلتي للقاضي راني بغيت نعرف اخبار مي وولدي بادر، داكشي علاش مشيت كنتقاتل باش نعرف اخبارهم. وملي عرفتها بديت كنسول على الحبس اللي داوك ليه حتى وصلوني ليك دابا. قلت ليها عافاك بلا مقدمات، دخلي ديريكت في السوجي. قالت لي واخا، بادر ولدك راه عدي في الدار، راه سيمانه هادي باش جبتو من الخيريه، وراه سولت وعرفت بلي ماماه مات وما بقى ليه حد. قلت لها والوالده ما خرجاتش من السبيطار، واش مازال غيبوبه؟ قالت لي الوالده ديالك توفات في النهار فاش مات فيه ليلى. بركة في راسك اخويا عمر. شفت فيها وحضرت راسي، بديت كنبكي وزادت فمي باش ما نبانش بلي ندمان على الشي اللي درت وندمان على حالتي وسط الحبس. مريم كملات كلامها وقالت راني درت لونكيت على الدكتور اللي خدامه عدو، ولقيت باللي كان واحد المخ الويض كبير. كانوا كيجيو عدو المرضى يديروا التحاليل، وملي كتعجبو الصحه ديال شي حد فيهم كيجبد من ذاتو دمو وكيحقنو بهم بلا ما يعرفوا. كان خدام مع واحد المنظمه اسرائيليه، وملي كيحقن الضحيه كتولي حامله لهذا المرض اللي فيك انت، حيت هذا الدكتور حتى هو كان مريض بالكونسير وراه 100% هو مناش الزيتي. اما المدرب ديالك هشام اللي كنتي كتجي معاه راه ما فراسو والو مسكين، حيت راه كان الطبيب كيعطيه تحاليل ديالك مزورين، اما التحاليل الحقيقيين ديالك راه لقيتهم في واحد الارموار كتعدو في البيرو وراه دفعتهم للبوليس. اما مرتك ليلى حتى هي راه ما كانت فراسها والو، ما كان فراسها ما يتعاود. راه تحريت على هادشي مزيان وعرفت باللي قبل من داك النهار فاش غاتلو حامض الترجم في الليله اللي كانت قبلو، كان الطبيب ديالك اللي خبرك باللي راه فيك الكونسير ديال داك الكلينيك. عيط ليها وقال ليها شنو كاين، قال ليها باللي راك فيك الكونسير وراه خصك تبدا العلاج ديالك. كانت مسكينه مشات عدو باش تعرف شنو كاين بالضبط، وملي عاود خبرها بهذا الشيء اللي كان خبرها به من قبل في التليفون بقات كتبكي وطاحت ليهم في السبيطار تما.
ومن بعد ما صحات مشات ديريكت عند الوالده ديالك اللي كانت فاقت من الكومه. ملي شافتها ليلى بدات كتبكي، قالت لها الحاجه مالكي وشنو كاين؟ ليلى ما قدراتش تتحكم في راسها وما قدراتش تبقى مكمداها في قلبها، قالت لها بلي راك مريض بالكونسير. الحاجه مسكينه حتى هي مع كانت يلا فاقت من الغيبوبه ما استحملاتش الخبيره اللي جابت ليها ليلى وسكت ليها القلب في البلاصه. هادشي اللي كانت جايه ليلى تقولوا لك في ذاك الصباح، الصباح فاش دفعتيها ولحتيها من السرجم، كانت مسكينه باغا تقول لك اسمح ليا حيتاش ما كنتش دايرها بالعاني، اسمح ليا حيتاش ما قدرتش نخبي على خالتي وقلت ليها شنو كاين وباللي راه هي السبب في موتها، كانت هي السبب في موتها عن غير اي قصد. هادشي اللي كانت بغات تقول لك عمر، وانت ما عرفتش شنو وقع بيناتكم تا لحتيها من السرجم. وهادشي اللي كاينه خويا عمر، زربتي بزاف، ما خليتي حتى حد من هاد الناس يتكلم ولا يدافع على راسه من غير الطبيب اللي صيفطيه للبلاصه فين خص يكون، خا حتى هي راه ما عندكش الحق. هشام وليلى مشاو ضحيه بكلام الطبيب اللي كان غير كيستفزك بيه، كان كيستفزك باش يعطلك على الماتش ديال الدومي فينال اللي كان كونتر ولدو امير قسطال. هزيت راسي في بكاء وشقاء، ما عرفتش شنو ندير ولا كيفاش ندخل راسي هادشي اللي قالت لي مريم. واش نبكي على ميمتي ولا نبكي على با هشام ولا نبكي على ليلى؟ الزربه اللي زربت قضات على كلشي، طيعت كلشي من بين يديا، ضربت البلان بالمقلوب، كان يحساب لي بلي راني ربحت ساعه في لحظه وحده وفرمشت عين خسرت كلشي. قبضت يدين مريم الفرمليه وقلت لها الله يرحم ليك الوالدين، لما تهلاي لي في ولدي بادر، راهو امانه في رقبتك. بقات مسكينه وقالت لي كون هاني اخويا عمر، والله حتى نربيه بحال ولدي، ولدي نيت خصو ونيس ورا جابو الله باش يكون ونيسو. نط من بلاصتي غادي وكانت ترعد ونتمايل، حتى لقيت راسي في السبيطار، مضروب لي المينوط مع الباياس. هنا قررت باش نوضع حد لحياتي، هزيت البرا اللي كانوا دايرين لي بها السيروم، زيتها وبديت كان نرشقها في العرق ديال يدي اللي كانت مربوطة بالمينوت، بديت كان نرشقها باش نقطعو. حسيت براسي تغيب تاني وفقت تاني ولقيت راسي في بيت خرا تاني، كانوا نقدوني من محاولة انتحار. وهنا غيتبع معايا طبيب ديال هاد السبيطار، غيتبعو معايا على المرض ديالي، بداو كيديرو ليا الشيمي، خا انا كنت رافض هما ما رفضوش وشبتوني بالحياة. داز 3 سنين وما مت. الخوت ما مت، خا كنت بغيت نموت ما مت، ما قتلنيش الكونسير، ولكن كنت كنموت كل نهار من الداخل ديالي. شافاني الله بإذنه وردوني للحبس تاني، وتما غنتعرف على واحد السيد الله يعمر لي الدار، علمني الصلاة وعلمني الدين بحقه حقيقي. كان قبل ما يمشي
حيت سالا الفترة ديال الحكم ديالو، عطاني السوارد ديال الفقه، وليت انا هو الفقيه ديال داك الحبس فاش كاين. وليت كنصلي بالمحابسيه، كنصلي بهم، كان تريني وكان علمهم البوكس. واخا هادشي كامل عمرني دوزت شي ليله وما بكيت، كنت ديما كنلوم راسي، علاش علاش عمر الزربه علاش. ومن هنا كنسرد ليكم حكايتي يا اخوتي، انا باقي ليا سنين طويله في الحبس. اخا جا العفو الملكي والمؤبد رضوه محتاد، ولكن بقى لي 26 سنه. الحمد لله على كل حال. كانت هادي هي قصه عمر، عمر البوكسور لي ضيع كل شيء بيده. الحمد لله على كل حال اخوتي. هاد القصة بغيتها تكون عبرة، عبرة لأي واحد فينا باش عمرو يتسرع. عمرك تسرع باش تدير شي حاجة، فكر مزيان قبل ما تدير حتى خطوة، فكر مزيان من البداية كيف غتكون النهاية. خذ وقتك في أياتها حاجة، راه التسرع كيدي للضياع، والتسرع كيجيب غير الفشل. تكون دير اللي درتيه وانت متسرع غيديك غير الفشل، وراه من الاخر العجله من الشيطان. هذا ما كان اخوتي، تران ديال بارت الاخر هنا وقف. ما عرفت ما نقول لكم على التفاعل اللي هاد الايامات يوتيوب عاطي انا الدق، ما عرفتش علاش. فداك الشيء علاش خصكم تسيبورتيو الفيديو باللايكات كومونتيرات، نو ابوني شي تابونا بارطاج باش نتسطاو لهاد الحمله اللي دايره يوتيوب هاد الايام على صحاب لي شين دي يوتيوب. حيت كاين هاد الايام واحد الحمله خايبه، كلشي بنادم كيكون طايح ليه التفاعل، ما عرفتش علاش، حيتاش وقيله ما كيوصلوش لي نوتيفيكاسيون ديال الناس اللي كيلوحوا الفيديوهات، الناس اللي متبعينهم. فراكم عارفين البلان اخوتي. هذا ما كان تهلاو.